مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. ولقائنا معكم يتجدد من خلال الأهلي في كل مكان، ودايما بنقول الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر، قيمة مصرية وعربية وأفريقية وملحمة من الإنجازات والتاريخ والبطولات تستمر بنفس القوة وبنفس القدر وأكثر إن شاء الله. الكلام ده انعكس في الفترة اللي فاتت وظهر من خلال أمور كثيرة جدا أكد عليها الكابتن محمود الخطيب في الكلمة الماضية أو الكلمة الأخيرة اللي تمت إذاعتها وتم بثها للرأي العام الرياضي في مصر وفي الوطن العربي وبشكل خاص لأعضاء وجماهير النادي الأهلي. أكد من خلال الكلمة دي على الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة على عدد من المحاور الرئيسية اللي كانت دائما أبدا ثابتة ولا تتغير في النادي الأهلي، قيم ومبادئ النادي الأهلي اللي بتحكم علاقته وتعامله مع أي خلاف أو أي مشكلة داخل الإطار الأهلاوي أو في الإطار الرياضي وفي الوسط الرياضي مصريا أو عربيا أو قاريا، أي أمر بيكون طرف فيه أو له علاقة بشكل أو آخر بمنظومة الرياضة الناجحة مصريا وعربيا ودوليا النادي الأهلي المصري. كابتن الخطيب ناشد الجماهير المصرية وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص لدعم الفريق في مباراته المهمة جدا والمصيرية في مشواره في دوري المجموعات في البطولة الأفريقية يوم الثلاث المقبل إن شاء الله في استاد برج العرب، مع مطالبة الكابتن الخطيب باسمه وباسم كل المسؤولين في النادي وكل رموز هذا التاريخ الكبير اللي بيمثله النادي الأهلي على كافة المستويات وهذا النجاح الكبير، أن يكون الكل عنوان للالتزام، وإحنا كلنا بنشتغل وبنجتهد عشان الجماهير ترجع وندعم بأفضل شكل ممكن عودة النشاط وامتلاء الاستادات بالجماهير وعودة الاستثمار، عودة النشاط بكافة أوجه، هذا النشاط مش بس النشاط المستمر بالفعل كبطولات أو مباريات محلية أو دولية، ولكن عودة النشاط بكل قوته وبما فيها طبعا من الأمور المهمة والداعمة لهذا النشاط بشكل كبير، ومن أولويات نجاح هذا النشاط والاستثمار الرياضي وتدفق الجماهير وكل ما يتعلق بالمستقبل والإنشاءات الرياضية ودور مصر كمان في الرياضة عربيا ودوليا هو عودة الجماهير وامتلاء الملاعب والاستادات بالجماهير، وده هيساعد عليه بالدرجة الأولى والتانية والتالتة التزام الجماهير ووعيها ودورها في الفترة الجاية إن شاء الله. كمان الكابتن خطيب قال وأكد على أن النادي الأهلي دائما أبدا لا يحيد عن قيمه ومبادئه اللي بتحكمه منذ نشأة هذا النادي العريق وحتى يومنا هذا في أي قضية بيتعامل معها أو أي مشكلة بيتعامل معها، ولا يغير من معايير تعامله أو مبادئ تعامله مع أي مشكلة إلا وفق الإطار المؤسسي المتعارف عليه داخل النادي الأهلي، مع احترامه لأمور كثيرة جدا بيقدرها النادي والمسؤولون في النادي، منها الصالح العام لهذا الوطن، الصالح العام للعلاقات بين الجماهير العربية، بين علاقات مصر عربيا ودوليا، كل ما يمثل الصالح العام للنادي الأهلي بالتأكيد جزء منه وشريك أساسي فيه لأنه رمز حقيقي من رموز النجاح في مصر وفي عالمنا العربي. هنبدأ بحديث الكابتن الخطيب، أول خبر معنا النهاردة هو الزيارة اللي قام بها الكابتن الخطيب إلى مقر الفريق، إلى بعثة الفريق، سافر إلى الإسكندرية قبل المباراة بيومين، سافر والتقى اليوم باللاعبين وبعثة الفريق المتواجدة في الإسكندرية قبل اللقاء المرتقب يوم الثلاثاء القادم مع بطل بوتسوانا تاونشيب البوتسواني على استاد أو على ملعب برج العرب. كابتن الخطيب أكد على أهمية هذا اللقاء وأنه لابد من اللعب بروح الفانيلا الحمراء وبذل كل الجهد الممكن من اللاعبين، خاصة الكابتن الخطيب بيؤكد أن معهم جهاز فني على مستوى عالي جدا بذل كل ما يستطيعه خلال فترة الإعداد داخل وخارج مصر لتوفير أفضل فرص لعودة الفريق لصدارة مجموعته أو للمنافسة على صدارة المجموعة وللمنافسة بقوة على الاستمرار في المشوار الأفريقي إن شاء الله. وأكد الكابتن محمود الخطيب للاعبين أنه لا بديل عن الفوز في المباريات المقبلة وأنه الأهلي عودنا دايما على قدرته على اللحاق بما يفوت في أي مرحلة وبأنه لا يستسلم مهما كانت صعوبة الموقف اللي هو فيه في أي بطولة محلية أو دولية يشارك فيها. قدامنا طبعا لقطات من تدريبات الفريق ومعسكر الفريق في الإسكندرية استعدادا لهذا اللقاء على ملعب برج العرب بعد فترة إعداد كانت بدأت على المستوى المحلي أيضا في الإسكندرية، ثم كانت الفترة الرئيسية لتحضير الفريق للموسم والارتباطات القادمة محليا ودوليا في أو من خلال المعسكر الأوروبي في كرواتيا. وشاهد هذا اللقاء تجاوب كبير جدا من لاعبي الفريق وأكدوا لرئيس النادي تقديرهم الكامل وإدراكهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه ناديهم وجماهيرهم الوفية، وإن الجميع سيكون عند حسن الظن، خاصة أن الكابتن محمود الخطيب تحدث معهم بأن الأهلي على مدار تاريخه لا يعرف الاستسلام مطلقا، وكمان الكل بيناشد الجماهير بدعم الفريق في هذه المرحلة المهمة من مشوارهم الأفريقي في دوري المجموعات في رابطة الأبطال الإفريقية.
وتم اختيار أيضا قرار لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، انتهى هذا القرار إلى تكليف الأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق في النادي الأهلي برئاسة بعثة الفريق لكرة القدم خلال الجولة الرابعة التي تقام على ملعب المنافس بطل بوتسوانا تاونشيب، وتقام المباراة بين الفريقين يوم 28 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المجموعات في بطولة أو البطولة الأفريقية أو دوري الأبطال الأفريقي لكرة القدم. في نفس الإطار الاهتمام بهذه المباراة تنظيميا جماهيريا التحضير لها عشان تخرج بأفضل شكل ممكن، وإحنا بنقول دايما المباريات اللي بيبقى فيها الجمهور بيمثل اتجاه واحد، مباريات للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم على ملاعبنا، مباريات لأي بطل من أبطال مصر في كرة القدم أو في أي رياضة بيمثل النادي أو المنشأة نفسها أو المؤسسة اللي اللاعبين بيمثلوها إذا كانت النادي الأهلي أو أي نادي آخر، وبيمثل الرياضة المصرية بشكل عام، بيكون خلفه التفاف ودعم جماهيري كبير جدا. في هذه المباريات هي أسهل فرصة اللي بيكون الجمهور فيها في اتجاه واحد وبيملأ الاستاد، سواء كان في مباراة كرة قدم أو أي لعبة أو رياضة أخرى، إنها أفضل فرص لينا للعودة تدريجيا لامتلاء الملاعب والاستادات بالجماهير. عشان كده في تركيز كبير جدا على البطولة الأفريقية وعلى المباراة القادمة يوم الثلاث إن شاء الله على استاد برج العرب. من أجل مزيد من التحضير ووضع النقاط على الحروف في كل ما يتعلق بدور الإدارات التنفيذية المشرفة على الجوانب التنظيمية والتوزيع الإلكتروني والحجز الإلكتروني لتذاكر المباراة والشفافية الكاملة في كل هذه الأمور، وإنها تخرج في الشكل ووفقا للمواعيد المحددة مسبقا لها، وحصول الجماهير على حقها في هذه التذاكر بشكل فيه سهولة ويسر للجميع، وأيضا يعني عدالة في الفرص نفسها في حصول الجماهير على هذه التذاكر، فضلا عن حق طبعا أعضاء النادي الأهلي أعضاء الجمعية العمومية على الحصول على هذه التذاكر، واللي بدأ توزيعها في مقر النادي سواء الجزيرة أو مدينة نصر أو الشيخ زايد منذ اليوم عصر اليوم تحديدا بدأ توزيع هذه التذاكر، وحق الأعضاء في شراء هذه التذاكر بدأ منذ الثالثة عصرا اليوم الأحد. كان هذا الاجتماع برئاسة المدير التنفيذي للنادي الأهلي الكابتن محمد مرجان، وعقد هذا الاجتماع التنسيقي اليوم مع عدد من القائمين على كل الجوانب الإشرافية والتنظيمية على هذه المباراة المهمة يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله. حضر هذه الجلسة اللي هو محمد الشهابي العضو المنتدب لشركة فالكون، والأستاذ جمال جبر مدير إدارة الإعلام، واللواء علاء صلاح الدين مدير أمن مقر الجزيرة، واللواء عماد فوزي حنا مدير أمن فرع الأهلي في الشيخ زايد، وأيضا عدد من مديري الإدارات المختلفة المرتبطة بتنظيم هذه المباراة واستضافة النادي الأهلي لها في استاد أو على ملعب برج العرب. كان الجميع متواجد لتوزيع الأدوار بالشكل الأمثل والتأكد من سير خطة العمل الخاصة أو اللي بتسبق هذه المباراة كما ينبغي وبأفضل شكل ممكن. أيضا أكد المدير التنفيذي على ضرورة التزام كافة الإدارات المعنية التيسير على الجماهير في عملية الدخول والتحرك والخروج من الاستاد بعد المباراة، ومناشدة الجميع بالالتزام بالتعليمات الأمنية وعدم الخروج عن النص أو عن اللائق إطلاقا خلال أوقات المباراة، والوقوف خلف النادي الأهلي ودعمه بأفضل شكل ممكن لاستكمال مشواره في المنافسات الأفريقية. وناقش أيضا كابتن محمد مرجان الترتيبات الخاصة بدخول الجماهير إلى استاد برج العرب، وتقرر تحديد بوابات الدخول بالشكل التالي: البوابة رقم 1 لدخول مجلس الإدارة أعضاء مجلس الإدارة وكبار الزوار، والبوابة رقم 2 للفريقين والإعلاميين والحكام وذوي الاحتياجات الخاصة وصبية الملاعب، والبوابة رقم 3 للمقصورة الأولى شمال، والبوابة رقم بوابات 6 و7 للدرجة الموحدة، والبوابة رقم 10 لحاملي تصاريح السيارات. نتمنى طبعا توفق التجربة وتسير الأمور بالشكل الأمثل والكل يؤدي دوره كما ينبغي علشان تخرج هذه المباراة كانطلاقة جديدة مع بداية هذا الموسم، حتى وإن كانت مباراة يعني أفريقية أو دولية وليست محلية، نتمنى تكون بروفا جيدة وفرصة جيدة لتجربة ما يمكن أن نصل إليه شكل التناغم الممكن في استادات وفي ملاعب الرياضة وكرة القدم بشكل خاص في مصر، ودور الجماهير ووعيها اللي ممكن نراهن عليه في الفترة الجاية أنه يكون عنصر أساسي في عودة التجربة للنجاح تدريجيا وامتلاء ملاعبنا وعودة، وده شكل مؤثر جدا طبعا في النشاط الرياضي وفي الاستثمار الرياضي. ومحاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي بالتأكيد ده بيسبق أي مباراة سواء محلية أو أفريقية لها طابع خاص أو أهمية، وبيكون المنافس فيها على قدر فني مرتفع أو لها حسابات
خاصة بدورها في مشوار الفريق واستمراره في المنافسات المحلية والأفريقية، بتكون لها حسابات خاصة جدا وبتسبقها دراسة للفريق وعرض بعض نقاط القوة والضعف أو القصور في صفوف المنافس اللي ممكن استغلالها، وأيضا النقاط اللي ممكن التركيز عليها مع اللاعبين للتعامل مع أبرز نقاط القوة في المنافس. ده اللي اشتغل عليه الجهاز الفني، طبعا مستر باتريس كارتيرون المدير الفني والكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة وكل عناصر الجهاز. كان في اجتماع مع اللاعبين وعرض بالفيديو لبعض اللقطات والمباريات للمنافس تاونشيب البوتسواني ودراسة المنافس بالشكل الأمثل لوضع أفضل الجوانب أو لإدراك اللاعبين للتكليفات الفنية اللي بيضعها الجهاز الفني لهذه المباراة. هننتقل بعد تكليفات طبعا المدير الفني اللي اتكلمنا عنها واكيد اخذ وقته في الفتره اللي فاتت مع اللاعبين لعرض كل ما يمكن عرضه على اللاعبين من جوانب خاصه بالاداء او الجوانب الفنيه الخاصه بفريق تاونشيب البوتسواني لاستخدامها او استغلالها والتعامل معها بالشكل الامثل فنيا في المباراه المقبله. عندنا كمان بعض اللاعبين اللي بيغيبوا عن معسكر الاسكندريه ومش موجودين في قائمة هذه المباراة، بتستمر عملية إعدادهم وتجهيزهم فنيا وبدنيا وتدريباتهم في ملعب الجزيرة. الكابتن حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول بيواصل ويقود صباح اليوم تدريبات اللاعبين الغائبين عن معسكر الفريق في الإسكندرية، وتضم هذه القائمة عمرو جمال وأكرم توفيق وناصر ماهر وبكماني وباسم علي وأحمد علاء ومحمد شريف ومصطفى شوبير ومحمود الجزار ومحمد عصام الغندور. وبيستعد طبعا الفريق زي ما قلنا لحضراتكم أكتر من مرة لمواجهة تاونشيب يوم الثلاثاء المقبل. يصل فريق تاونشيب أو وصل بالفعل ظهر اليوم ويتدرب مساء في برج العرب، وتدريبه الأخير يقام غدا على ملعب المباراة استعدادا للمباراة اللي هتجرى إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وتاونشيب بيعقد أيضا في الرابعة عصر غد الاثنين قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في البطولة الأفريقية، وبيحضر عن النادي الأهلي في هذا الاجتماع كل من الكابتن محمد يوسف المدرب العام وأيضا الكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق، ويحضر أيضا ويشارك في هذا الاجتماع مندوب بيتم تكليفه ممثلا لفريق تاونشيب البوتسواني وطاقم تحكيم المباراة. والاجتماع بيشهد كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالزي أو أمور تنظيمية زي الفريقين وموعد الوصول إلى ملعب المباراة، بالإضافة إلى التعليمات الخاصة الصادرة من طاقم التحكيم للفريقين وغيرها من الأمور التنظيمية السابقة لأي مباراة. باسم علي بينتظم في المران الجماعي عقب لقاء تاونشيب البوتسواني. باسم علي طبعا اشتكى في الفترة اللي فاتت وخلال معسكر الفريق في كرواتيا من إصابة في الركبة، ولكن بيتعافى منها الحمد لله حسب تأكيدات الجهاز الطبي وأخصائي التأهيل. طبعا إشراف الكابتن طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بيشرف على عملية إعداد وتجهيز باسم علي بدنيا وطبيا حتى يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بقوة، وتم تجهيزه في الفترة اللي فاتت بعد الشكوى اللي لحقت باللاعب أو الإصابة الطفيفة اللي تعرض لها في الركبة في خلال فترة المعسكر الأوروبي في كرواتيا اللي كانت سابقة على فترة الإعداد الأخيرة هنا قبل المباراة اللي هتقام يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن ينتظم باسم علي في التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق أو عقب المباراة مباشرة بعد نهاية مباراة تاونشيب بطل بوتسوانا مع النادي الأهلي، بينتظم بعدها في التدريبات الجماعية. وأيضا أحمد ياسر ريان بيخوض المران منفردا لظروف خاصة بالتصاريح اللي حصل عليها من الجهاز الفني، ظروفه الخاصة بالامتحانات وأداء الامتحانات أدت إلى حصوله على إذن من الجهاز الفني للتدريبات المنفردة خلال هذه المرحلة لحين إنهاء الفترة الخاصة بارتباطاته الدراسية أو الخاصة بالامتحانات. عندنا كمان المؤتمر الصحفي لكارتيرون غدا في برج العرب بيتحدث من خلاله عن كل التفاصيل. دايما بيكون في مؤتمر صحفي سابق لكل مباراة مهمة وبيتكلم من خلالها الجهاز الفني عن رؤيته لهذه المباراة أو لهذه المرحلة وانطلاقته مع الفريق وفترة الإعداد السابقة محليا أو أوروبيا. والمؤتمر الصحفي أيضا لمدرب تاونشيب بيشهد نفس التفاصيل اللي اتكلمنا عنها، ولكن من وجهة نظر الجهاز الفني لفريق أو لبطل بوتسوانا وبيعرضوا رؤاهم الفنية عن هذه المباراة أو التعامل مع هذه المرحلة ورؤيتهم لهذا اللقاء المهم للفريقين في البطولة أو في المشوار الأفريقي.
معانا تفاصيل اكتر طبعا هنعرفها من صبحي حمدان زميلنا ومراسل قناة الاهلي في الاسكندرية، يقول لنا تفاصيل اكتر من خلال متابعته لاستعدادات الفريق لهذه المباراة. مساء الخير يا صبحي. مساء الخير يا استاذ محمد، تحياتي لحضرتك وعشاق ومتابعي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك، وطبعا بتهمنا مشاركتك معانا ومن خلال متابعتك من موقع الحدث للفريق واستعداداته الأخيرة للمباراة المهمة يوم الثلاثاء المقبل. عايزين نعرف آخر التفاصيل اللي ممكن تقولها لنا وتعلن للرأي العام وللجمهور الأهلاوي. خليني في البداية أستاذ محمد أكد لحضرتك على صعوبة وأهمية اللقاء بالنسبة للنادي الأهلي، عشان كده الكابتن محمد يوسف ومستر كدرون فضلوا إن الأهلي فريق الأهلي يكون منعزل تماما للتركيز بما فيهم وجود قناة الأهلي اللي بتتابع الحدث بشكل دائم. فالكابتن محمد يوسف وكالدرون مستر كالدرون أكدوا إن التركيز هو سمات المعسكر، وفضلوا بشكل ما أو بآخر انعزال وفريق الأهلي للتركيز ولأهمية المباراة في نفس الوقت. في نفس الوقت أستاذ محمد عايز أكد لحضرتك وصول فريق تشيب النهارده وعسكره في احد فنادق القريبه جدا من استاد برج العرب اللي هتقام عليه المباراه. المدرب العام لفريق تاونشيب اكد على صعوبه اللقاء وعلى اهميه واسم النادي الاهلي الكبير، وان البطوله او ان المجموعه لم تحسم هيكون فيها تغيرات كتير، وهو بيأكد على ان الاهلي فريق كبير، وجود الاهلي في المجموعه ادى طعم ثاني وشكل ثاني للمجموعه، وهو بيأكد هو تأكيده ان هو يتمنى ان هو يكون احد الفرق اللي تكون موجوده في الادوار، لكن بيأكد ان حظوظ الاهلي ما زالت كبيره. طيب عايزين نتكلم اكتر عن يعني تفاصيل عن معنى مصطلح انعزال اللي استخدمته خلال حديثك من لحظات. قلت لنا المدير الفني او الجهاز الفني للاهلي فضل يعني فرض قدر من العزلة أو إبعاد اللاعبين عن أي مؤثرات عشان يركزوا بأكبر درجة ممكنة. ده مقصود بإيه؟ الإعلام؟ هل مبعدين عن الإعلام؟ هل التدريبات عدم حضور جماهير لها التدريبات الأخيرة؟ يعني إيه المقصود بانعزال الفريق أو بفرض قدر من العزلة لتجهيزه فنيا بأفضل شكل ممكن؟ بكل تأكيد طبعا يا أستاذ محمد، المعنى العام انعزال كامل عن الإعلام، عن أي حد يكون متواجد معسكر. أنت تعلم تمام حضرتك أن المباراة دي تعتبر أولى مباراة الموسم الجديد، الموسم المنقضي كان في فترة المعسكر الخارجي. فالانعزال المقصود بها يا أستاذ محمد، المقصود بها أن النادي الأهلي كامل تركيزه لصعوبة الموقف الموجود، وحتى الكابتن محمد يوسف سمح لوجود الاعلام لمده ربع ساعه بكره ان شاء الله، هيفي مؤتمر صحفي قبل التمرين، وهيسمح للاعلاميين واي القنوات الموجوده لمده ربع ساعه فقط لا غير، وكده بيكون دورهم انتهى عشان خاطر السريه للقاء القادم، وعشان ما يتاثرش اللاعبين بكثره اداء اي تصريحات او تعرض لتساؤلات كثيره او متابعات اعلاميه كثيره قبل المباراه. الجهاز حريص على الكلام ده، عشان كده اختصر فتره اللقاء مع الاعلام لربع ساعه فقط او الاعلاميين. بالفعل كده يا استاذ محمد، وممكن يكون حتى المدرب العام المساعد لفريق تاونشيب مش على نفس النهج، واكد ان هو كمان هيسمح للصحفيين للتواجد لمده ربع ساعه فقط لا غير. بشكرك جدا على المعلومات اللي تابعناها من خلال هذا الاتصال ومشاركتك معنا في هذا اللقاء زميلنا العزيز صبحي حمدان مراسل قناة النادي الأهلي من الإسكندرية، وأشار طبعا لتفاصيل كثيرة جدا عن المؤتمر الصحفي ومحتوى المؤتمر الصحفي بالنسبة لكل من الجهازين الفنيين، سواء الجهاز الفني للأهلي بقيادة باتريس كارتيرون أو للجهاز الفني لفريق تاونشيب بطل بوتسوانا. خلونا نتوقف مع حضراتكم مع هذا التقرير واستعدادات النادي الأهلي لانطلاقته للبطولة الأفريقية وللمشاركة مشوار أو المباريات القادمة اللي بتمثل أهمية قصوى أو مباريات تعد حاسمة والفوز فيها ملوش بديل بالنسبة لحسابات النادي الأهلي وجهازه الفني والمسؤولين في النادي مجلس الإدارة وأعضاء وجماهير النادي، وإن شاء الله يكونوا موفقين في هذه المباريات المصيرية في هذه البطولة وفي دوري المجموعات الأفريقي. خلونا نشوف هذا التقرير ونعود لاستكمال اللقاء. المارد الأحمر قادم لغزو القارة السمراء من جديد، هكذا هو الشعار الذي رفعه الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ولاعب الفريق قبل ساعات من مواجهة تاونشيب رولرز بطل بوتسوانا،
والتي ستكون حاسمة ويحتاج فيها أبناء المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون حظ النقاط الثلاث لإحياء الآمال للتأهل لمراحل الحسم لبطولة دوري أبطال إفريقيا. حالة من الارتياح تغلف جنبات الفريق الكروي الأول بعد انتهاء معسكر ناجح في كرواتيا نجح خلاله الجهاز الفني للوصول باللاعبين لأعلى درجة فنية وبدنية قبل المواجهة الإفريقية المرتقبة. قد تبدو المواجهة صعبة لكنها ليست مستحيلة، لا سيما أن المارد الأحمر يعرف جيدا كيف يعود من جديد بفضل الخبرات التي اكتسبها على مدار تاريخه الكروي والمدجج بالبطولات سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، وفي ظل دعم كامل من مجلس الإدارة ولجنة الكرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. سيتحقق الحلم الذي طال انتظاره بالعودة من جديد لمنصات التتويج الإفريقية ومن ثم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية من جديد بإذن الله في وجود جهاز فني متميز بقيادة كارتيرون الذي نجح في التتويج باللقب ذاته مع فريق مازيمبي الكونغولي، والجماهير تترقب بعدما وضعت ثقتها الكاملة في مجموعة اللاعبين المقاتلين الذين تعهدوا على إعادة اللقب لدولاب بطولات النادي الأهلي من جديد. ولما لا، فالنادي الأهلي هو الأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية في الألفية الحديثة، هو أيضا أكثر من شارك في بطولة كأس العالم للأندية، وتلك عوامل تبرهن على أن نسر القلعة الحمراء عائد من جديد للتحليق في سماء القارة الإفريقية. طبعا بدأنا يعني كالمعتاد في الأهلي في كل مكان بأخبار النادي الأهلي والحسابات الخاصة بهذه المرحلة ورؤية المسؤولين في النادي ومجلس الإدارة له، ولكن بالتأكيد في خبر بيفرض نفسه على طبعا كل وسائل الإعلام المحلية والعالمية في هذا اليوم، إنه نهاية الاحتفالية الأكبر على مستوى كرة القدم أو في كرة القدم على مستوى العالم كله، واللي بتنتظرها جماهير الرياضة وكرة القدم بشكل خاص كل 4 سنوات، نهائي كأس العالم لكرة القدم واللي أصدل الستار عليه اليوم بالفوز الكبير للمنتخب الفرنسي مقابل ب4 أهداف مقابل 2 على حساب نظيره منتخب كرواتيا اللي صعد أيضا للمباراة النهائية، وكان الفريقين يعني التوقعات في الفترة اللي فاتت على الأقل في الشارع الرياضي أو الكروي المصري كانت بتتقاسم التوقعات أو كانت مناصفة بين الفريقين، ناس كتير قالت فرنسا هي الأقرب وبنرجح كفة هذا المنتخب لخبراته لأن الشكل اللي ظهر عليه في البطولة كان استثنائي ولأنه منتخب مجدد بدرجة كبيرة ومتوسط أعمار اللاعبين فيه قلت عن الفترة اللي فاتت واشتغلوا على ده لعدد من السنوات انعكس على مستواهم في البطولة دي، فضلا عن وجود عدد من اللاعبين أصحاب المهارات الخاصة جدا واللي عندهم كنترول واللي بيعتبروا يعني مؤثرين جدا في الملعب لأنه بيعملوا الفارق في منتخب فرنسا. نفس الأمور يمكن أن تقال عن منتخب كرواتيا اللي كان الحصان الأسود لهذه البطولة وقدم كرة رآها الكثيرون أفضل كرة قدم جماعية مع المنتخب البلجيكي، واختلفت الآراء أيضا إن كان المنتخب البلجيكي قدم أفضل تيم وورك في هذه البطولة أم المنتخب الكرواتي. طبعا التوقع كان صعب جدا بعد وصول الفريقين للنهائي ولكن حسمها المنتخب الفرنسي لصالحه ب4 أهداف، فوز كبير لا يتكرر في مباريات نهائي كأس العالم، ونادرا ما نشهد عدد كبير من الأهداف في نهائي بطولة كبيرة بهذا الشكل أو بهذا الحجم من بطولات كرة القدم. النتيجة طبعا مفاجأة للجميع وعدد الأهداف مفاجئ للجميع، ليست النتيجة فوز فرنسا، أقصد طبعا عدد الأهداف 6 أهداف وفوز فرنسا ب4 أهداف على كرواتيا يعد فوز كبير بكل المقاييس على خصم أو منافس عنيد جدا ظهر واختبر بقوة في المباريات اللي فاتت سواء في دور الثمانية أو في دور الأربعة وأجهد ولعب مباريات فيها وقت إضافي أثرت على اللاعبين وأجهدت اللاعبين لأعلى درجة ممكنة، ولكن كانوا أيضا على قدر التحديات وقدروا يتخطوا هذه المراحل خاصة في المباراة الأخيرة بعد ما التراجع أمام المنتخب الإنجليزي بهدف لصالح المنتخب الإنجليزي تقدم به على المنتخب الكرواتي قدر كرواتيا تقلب هذا التأخر بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف وتحسم اللقاء وتصعد للمباراة النهائية. البطولة طبعا يعني اختلفت الآراء، في ناس كتير بتقول البطولة مش أفضل البطولات فنيا، في تراجع للفرق الأشهر في العالم، في مدارس جديدة بتصعد بقوة، التوقعات كانت عمالة تتغير طول البطولة، ناس في البداية قالت المكسيك هتكون في الفاينل، ناس قالت إن عندنا فرصة كمان اتكلموا بقوة عن منتخبنا الوطني وقالوا عندنا فرصة
نعدي الدور الأول، لكن الحسابات اختلفت وإحنا بنتابع مستوى الفرق والنتائج في البطولة. خلونا نتكلم مع زميلنا العزيز كريم سعيد الناقد الرياضي ونعرف منه رأيه وتحليله للبطولة بعد إسدال الستارة عليها بالمباراة النهائية اللي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي ليكرر إنجازه اللي تحقق عام 98 ويكرر هذا الإنجاز عام أيضا 2018 في نهائي كأس العالم في روسيا على حساب المنتخب الكرواتي. الزميل العزيز كريم سعيد مساء الخير. اهلا بيك، قول لنا رايك في البطوله بشكل عام، رايك في مسار او مشوار ومنحنى اداء الفريقين منتخب فرنسا ومنتخب كرواتيا وتقييمك لمباراه اليوم. طبعا احنا بنتكلم على واحده من اغرب النسخ للمونديال في التاريخ، يعني طبعا معظم الناس ما عطوش كان حد متوقع ان السيناريوهات تمشي بالمنظر ده. بالنسبه لي النسخه دي تعدت يعني جمال نسخه 86 في المكسيك، بس انا اختلف مع اي حد يقول هي تعدت 98 فرنسا. بالنسبه لي تبقى نسخه 98 فرنسا هي الامتع وهي الاحلى وهي الاكثر ضمه للنجوم، يعني نجوم 98 دول استحاله يتكرروا في تعدد الفرق، يعني هولندا، البرازيل، فرنسا، كرواتيا، حتى ساعتها كان يوغوسلافيا. اعتقد المنتخبات دي صعب جدا ان احنا نشوف النجوم بتوعها زي دلوقتي. قصدك ان بطوله 98 كانت اعلى فنيا مستوى الكوره ومستوى النجوم فيها؟ دي وجهه نظري الشخصيه. لا ما اعتقدش ان حد هيختلف معاك، متهيألي الكل متفق على ان المستوى في 98 كان مرتفع جدا ولعدد كبير من المنتخبات كمان. ممكن هم الشباب الصغير يعني اللي ما لحقش 98 ممكن دي طبعا الافضل ليه، ان اكيد البطوله دي تعدت 2002 وتعدت 2006 وتعدت 2010 2014. بالنسبه لفرنسا وكرواتيا عشان اجاوب على السؤال بتاعك، منتخب فرنسا مشي يعني في الطبيعي بتاعه، اي حد متابع السكواد او القائمه بتاعه منتخب فرنسا يقدر يقول ان هي السكواد دي تقدر توصل لابعد الحدود في المونديال، عشان انت بتتكلم على قائمه من اقوى القوائم في اللاعبين في كل الخطوط. بتتكلم على حارس لوريس واحد من افضل الحراس في العالم، الدفاع اثنين مساكين، بنتكلم على امتيتي، بنتكلم على فران برشلونه والريال مدريد، بنتكلم الباكات كانوا كويسين جدا. شفنا النهارده هرنانديز بيقدم واحده من احلى مبارياته، حتى بافار برضه قدم بطوله ممتازه، والهدف بتاعه في الارجنتين يبقى بالنسبه لي وجهه نظري الهدف الاحلى في المونديال. خط الوسط طبعا خط وسط مرعب بصراحه، نتكلم يعني اللي بيلعبوا في الملعب ماتويدي وكانتي وبوجبا وعلى الدكه في توليزو ونزوندي، يعني خط وسط رهيب. طب خلينا جوه كلامك المهم ده. نعم. كريم نسال عن تفاصيل فنيه اكيد المشاهد واللي بيسمعوك دلوقتي حابين يعرفوها او رايك فيها. نعم. هل عندك تمييز لفريق من الفريقين في المهارات الفردية أو في اللاعبين أصحاب القدرات الخاصة في الملعب، ولا شايف أن الفريقين كان عندهم نفس نقاط القوة اللاعبين المميزين أو المختلفين مهاريا؟ أنا دايما بشوف فرنسا اللعب اللي بتلعب في المونديال ده اللعب الواقعي، يعني ديشان بتعلم من خطأه الكبير في اليورو 2016 وخصوصا ماتش البرتغال لما كان بيفتح الجيم جدا وكان ما بيخلصش الجيم بدري، وبالتالي كان اي يعني منتخب البرتغال قدر ساعتها ان هو يضحك عليه. اعتقد هو النهارده لعب على الواقعيه بشكل كبير. الشوط الاولاني بنتكلم فرنسا راحت على الجون تقريبا يعني مره واحده اللي خدوا فيها ركله الجزاء وفي جون هدف عكسي، انما فرنسا تحس ان هي حتى ممكن ما بتهاجمش ولكن بتعمل هجمه مرتده بافضل شيء. كرواتيا على الوجه الاخر قدرت تاخد نص الملعب، وده كان انجاز طبعا انك تاخد نص ملعب من فرنسا بفضل المستوى بتاع راكيتيتش ومودريتش وبروزوفيتش، بس ده ما كانش امانه يعني مش كافي عشان تقدر تكسب فرنسا، ان فرنسا فعلا مشكلتها هجمه مرتده. شفنا مبابي بيجري مع ثلاثه وبيسبقهم، يعني شفنا حتى الكوره مع فيدا الراجل بس زق الكوره وفتح سبرنت خلاص، فدي مهارات فرديه يا محمد صعب هتعمل فيها ايه، يعني صعب جدا مدير فني فعلا يقف قدامها. فروق فرديه بقى للاعبين يعني بترجح كفتهم احيانا. بالظبط، انت حتى لو مسكت مبابي هتلاعب عليه اثنين مثلا، يبقى انت كده هتسيب فراغ لجريزمان، هتمسك جريزمان هتلاقي عندك فوق بقى. يعني بامانه برضه فرقه فرنسا فرقه صعبه قوي بصراحه. هل كانت اقرب من وجهه نظرك للفوز بالمباراه قبل المباراه طبعا؟ طبعا لا انا عايز اقول حاجه، حتى انا في السيمي فاينل كنت شايف انجلترا على الورق احسن من كرواتيا وكانت افضل، بس طبعا شفنا الخطأين بتوع ووكر وبتوع ستونز المدافعين السيتي بصراحه خطأين كانوا غراب جدا، وبالتالي انجلترا دفعت ثمنهم غالي. اخيرا لو عندك ملاحظه بشكل عام على البطوله دي او على المباراه النهائيه لفتت نظرك مقارنه بالبطولات اللي فاتت تقول ايه عنها ايه؟ والله انا اكتر حاجه يعني لفتت نظري يعني قدره روسيا على التنظيم، وان هي تدي الفيز بشكل مجاني اللي عن طريق الفان اي دي، وهم قدروا بصراحه يقدموا لنا يعني بطوله ممتازه جدا، وفعلا بالامانه احنا كلنا حبينا روسيا زياده من البطوله دي، فتحيه بصراحه
المسؤولين في روسيا ان هم قدموا لنا نسخه المونديال بالشكل ده. بشكرك جدا المشاركه معنا في الحوار الناقد الرياضي كريم سعيد، شكرا جزيلا لك. وبنتفق مع اللي قاله كريم دلوقتي في ان الكل الاراء في حاله اجماع، حتى المشجعين المصريين اللي على قدر عدم سعادتهم بنتائج منتخبنا هناك او احباطهم بالهزيمه في الثلاث مباريات وعودتنا سريعا الى القاهره، لكن كانوا سعداء كل اللي سافر. قال التنظيم على اعلى مستوى، امور كثيره جدا فنيه وامنيه وتنظيميه ودعائيه وتسويقيه كانت على افضل شكل ممكن. قال المناخ العام كان ممتع جدا لاي مشجع سافر للمشاركه والاستمتاع بالمباريات مهما كانت، سواء استمر فتره طويله او لفتره قصيره جدا او محدوده من البطوله. الكل بيجمع على نجاح روسيا في هذا التنظيم ويستحق الاشاده والتقدير بالتاكيد. هنعود لأخبار النادي الأهلي، وطبعا تهنئة لمنتخب فرنسا، وكان داخل دائرة التوقعات بعد نتائجه وأدائه اللي كان تصاعدي خلال مشواره في البطولة وعدد الأهداف الكبيرة اللي أحرزها في أكتر من مباراة. كانتش المباراة الأولى بيحرزوا فيها 4 أهداف، كان في عدد من المباريات كان فيها مؤشرات أن الفريق عنده قدرات تهديفية عالية وشفناها في سابقة في البطولة. هنرجع للنادي الأهلي وأخبار النادي الأهلي وتوجيهات الكابتن محمود الخطيب أو مناشدة كابتن محمود الخطيب للجميع ليتفهم طبيعة عمل مجلس الإدارة وطبيعة وسمت مجلس الإدارة في النادي الأهلي في التعامل مع أي مشكلة، في الوعي، في رسالة الراقية اللي دايما بتخرج من النادي الأهلي من مسؤوليه أو أعضائه وجماهيره للرأي العام الرياضي أو الكروي في مصر وفي العالم العربي. الحرص على أننا نترابط نتكامل مش ننقسم، حرصه على العلاقات العربية، على علاقات الجماهير العربية، الاحترام لكل الجمهور العربي ولكل جماهير كرة القدم في عالمنا العربي، ده كله محل طبعا اهتمام وتقدير والتركيز على المباراة القادمة ودور الجماهير فيها ومطالبة الكابتن الخطيب الجماهير بدعم الفريق بأقوى شكل ممكن وعدم الخروج عن اللائق بأي شكل من الأشكال. خلونا نشوف مع حضراتكم جانب من كلمة الكابتن محمود الخطيب. في الأهلي بنقدر دايما نضيف بطولات على بطولاتنا ونكمل في التطوير سنة بعد سنة والأجيال بتسلم بعض من غير ما نتنازل أبدا عن تقاليدنا، وهي دي روح الفانيلا الحمراء. الروح دي هي اللي خلت كيان الأهلي هرم مصر الرابع، انتصاراته من انتصارات مصر، وشموخه وكبرياءه من شموخ وكبرياء مصر، ودوره أن ينشر القيم دي بين المصريين ويرسم الابتسام على وشوش المصريين. 5، ومن هنا رسالتي لفريق النادي الأهلي، انتوا قدامكم مهمة صعبة بس أنا عارف أنكم قدها، مش بس عشان الماتشات اللي جاية ولكن عشان انتم عليكم مسؤولية رسم السعادة على وشوش المصريين، وده اللي تعودنا منكم، ودي مسؤولياتكم، وده قدركم، وده قدر النادي اللي من يوم ما بناها أجدادنا، ودي فرصتكم كمان الحقيقة أنكم تكتبوا تاريخ جديد للمستقبل إن شاء الله. ومن هنا كلمتي للجمهور، الروح اللي اتكلمت عليها، روح الفانيلا الحمراء، مش بس في فريق الأهلي أو لعيبة الأهلي أو إدارة الأهلي، الروح دي كمان في قلوب جماهير الأهلي. الجمهور اللي كان لما بينادي علينا يا جماعة واحنا بنلعب كنا بننسى الحقيقة أي تعب، بننسى أي إصابة، كان بيصح فينا روح الفانيلا الحمراء وبيخلينا يعني نحقق المستحيل أو نحاول تحقيق المستحيل، كان بيخلينا ما نفكرش في حاجة غير إزاي نسعد الجمهور العظيم ده. الجمهور ده بيثبت كل يوم إنه جمهور واعي جداً وجمهور ذكي جدا وجمهور مفيش في إخلاصه حد. في الوقت اللي ممكن يتخلى عنك ناس كتير، في الوقت اللي ممكن يتخلى عنك ناس كتير، عمر جمهور الأهلي ما تخلى أبدا عن الأهلي، وفعلا جمهور الأهلي هو حمى الأهلي. الجمهور ده احنا اتحرمنا منه للأسف في مدرجاتنا بقالنا سنين طويلة، عشان كده من أول يوم لمجلس الإدارة أو عند توليه مجلس الإدارة هذه المسؤولية كان من هدفنا أو أهدافنا الأولى أن الجمهور يرجع تاني مدرجات، وقمنا بمقابلات كتير مع أجهزة الدولة المختلفة عشان نرجع الجمهور لمدرجات ونرجع تاني نلعب في استاد القاهرة، الاستاد اللي شهد أعظم انتصاراتنا
واللي شهد على أن يكون نادي أهلي نادي القرن الأفريقي ومن أكبر أندية الشرق الأوسط. وحققنا فعلا تقدم كبير في اتصالاتنا دي إن احنا إزاي الجمهورية يرجع. ولعبنا في شهر مارس لو حضراتكم فاكرين أول ماتش على استاد القاهرة مارس اللي فات, أول ماتش على استاد القاهرة ووافقنا إن نبتدي نلعب ولو بخمس آلاف متفرج بس مشجع بس, خطوة ونبني عليها خطوات تانية لغاية ما يرجع تاني الاستاد يتملي بمية ألف متفرج. تأكيدات من الكابتن محمود الخطيب على قيمة دعم جماهير النادي الأهلي وأنها هي يعني المدافع الأول والدرع الأول للاعبين وللفريق وللنادي, الجماهير اللي أطلق عليها أو وصفها الكابتن محمود الخطيب بأنها حمى الأهلي أو حمى النادي الأهلي. كابتن الخطيب بيقول بنراهن على عودة الجماهير وبنشتغل لتحقيق هذا الحلم وعودة الجماهير لملء المدرجات مرة أخرى, وأن الكل مطلوب منه يعي ويدرك دوره اللي المفروض يقوم به في الفترة الجاية للمشاركة في النجاح وفي الوصول لهذا الهدف بشكل دائم ومستمر ومستقر في الوسط الرياضي إن شاء الله. خلونا ننتقل مع حضراتكم لهذا التقرير ونشوف ونستمع إلى آراء مجموعة من الجماهير. اليوم افريقيا يا اهلي, احنا بقالنا 3 او 4 سنين بنوصل لمراحل متقدمه جدا في البطوله, بس للاسف طبعا الحظ ما بيكونش يعني بيساندنا. فالمره دي بقى ان شاء الله احنا عملنا تدعيمات قويه وجبنا مدافعين اقوياء جدا, وعندنا الشناوي اظهر مستوى قوي جدا جدا في المونديال مع منتخب مصر, كده تقريبا كافه الخطوط متكامله. يعني احنا كده ما نقصناش حاجه غير ان احنا نحقق البطوله. يعني احنا ناقصنا دلوقتي فعلا ان احنا ناخد بطوله افريقيا ان شاء الله. فافريقيا اهلي وان شاء الله باذن الله هم رجاله, ويعني باذن الله باذن الله رغم صعوبه موقفنا في المجموعه, يعني هزيمه وتعادل في نقطه واحده من ماتشين, لكن ان شاء الله باذن الله الاهلي لو كسب ماتشين تاونشيب يبقى 6 نقط يبقى 7 نقط, فان شاء الله باذن الله يبقى في فرصه قويه جدا للصعود باذن الله. اللهم انتوا رجاله واحنا في ظهركم على طول, ومهما كانت المشاكل انتوا قدها وقدود, وباذن الله هناخد افريقيا ان شاء الله. ربنا يوفقهم وان شاء الله يجيبوا جوان 3 جوان ان شاء الله يكسبوا 3-1, انا متوقع كده ان شاء الله باذن الله, وربنا كده يوفقهم ياخدوا البطوله ان شاء الله كلها. ان شاء الله لعيبه رجاله وان شاء الله هنكسب ومكسب, ومش هتفرق مدير فني جه مدير فني راح, بفضل الله هنكسب بامر الله. لعيبه رجاله واي 11 راجل في الملعب هنكسب ان شاء الله. والله اتمنى الفوز للاهلي طبعا, ولعيبه الاهلي لعيبه رجاله بما انهم في المواقف الصعبه ولازم نشد حيلهم شويه, وطبعا الاهلي نادي بطولات ولازم ربنا يقويهم ان شاء الله, واتمنى الفوز للاهلي طبعا ان شاء الله. اصلهم ان هم يكونوا رجاله في الملعب ويكملوا يلعبوا لاخر دقيقه, وان شاء الله نكسب عشان نعمل حاجه ونكسب افريقيا ان شاء الله. بنقول ان مجلس الاداره ما قصرش في حاجه, جاب مدرب جديد, جهاز فني جديد, معسكر على أعلى مستوى في كرواتيا, لعبوا برضو مباراتين وديتين مش بطلين هناك, برضو جاء هنا برضو لعب مباراة ودية مع نجوم المستقبل, كلها دي إعداد كويس جدا. واللعيبة عليهم بقى يعني بعد النتائج السلبية اللي حصلت في الماتشين السابقين, فما نقدرش نقول غير الموضوع عند اللعيبة. يعني أقول لهم إن شاء الله النادي الأهلي بطل أفريقيا ومعروف على مستوى العالم ونادي من الأندية العريقة, ان شاء الله هيكسبوا وان شاء الله هيوصلوا. وبقول للكابتن الخطيب بتصير على بركه ربنا, معاك ربنا وان شاء الله الجمهور 90 مليون مصري مع الاهلي ان شاء الله. اقول لهم ان احنا النادي الاهلي, دي كفايه ان احنا اسم النادي الاهلي, يعني النادي الاهلي ما ينفعش يخش بطوله واسمنا بنخش, لا احنا النادي الاهلي بيدخل بطوله بتاعه النادي الاهلي باذن الله. يعني انا كواحد من جمهور النادي الاهلي من ساعه ما اتولدت وانا متعود على كده. ان شاء الله اللعيبه رجاله واداء وقدود, وهنصعد ان شاء الله المجموعه ان شاء الله. يوفقهم باذن الله الماتش الجاي, ويوفقهم ويكسبوا باذن الله, وربنا يكرمهم ان شاء الله بامر الله تعالى. طبعا المباراة دي كمان لها حسابات تانية, يعني مش بس الحسابات الخاصة بالنقاط في البطولة الأفريقية أو أنها مباريات مصيرية وحاسمة, الفوز فيها لا بديل عنه إن شاء الله في حالة رغبة الفريق وإرادة اللاعبين والجهاز الفني بتعويض ما فات
في السباق الأفريقي، لكن هي كمان انطلاقة الموسم بتكون لها حسابات خاصة جدا، بتكون كأنها بطاقة تعارف جديدة مع الجهاز الفني الجديد والروح الجديدة وخطة اللعب. الجمهور بيتعرف مرة تانية على الفريق كل عام، حتى لو هو عارف كل اللاعبين، طريقة أدائهم، النجوم، حتى الأسماء اللي بتنتقل للفريق من داخل أو خارج مصر لو كنا عارفينها وتابعناها مع أندية تانية. دايما الفريق له عنوان رئيسي هو انطلاقته، مجموعة المباريات اللي بيبدأ بيها كل موسم محليا ودوليا بتكون بتدي دفعة كبيرة قوي للفريق، دفعة كبيرة جدا لثقة أكبر من جماهيره ودعم أكبر من جماهيره. عشان كده بنقول إن طبعا في عبء كبير قوي على الجهاز الفني واللاعبين في هذه المباراة، مباراة يوم الثلاث تحديدا، وهم زي ما سمعنا آراء الجماهير في التقرير السابق اللي تابعناه مع حضراتكم، على قدر المسؤولية وأكثر إن شاء الله، ويقدموا أفضل ما لديهم وأفضل من طاقتهم وأفضل من إمكاناتهم، يعني بنسبة 150% إن شاء الله يكون أدائهم بدنيا وفنيا وخططيا في هذه المباراة، ويبدع فيها الجهاز الفني بالشكل المرضي للجماهير وللمسؤولين ولأعضاء النادي إن شاء الله، وينعكس ده طبعا على الشكل والنتيجة ومستوى أداء اللاعبين في الملعب. هننتقل لمجموعة من الأخبار المحلية المرتبطة بكرة القدم، نشاط مرتبط بالمنتخب وتنظيم البطولة المحلية أو مسابقة الدوري العام، وأيضا التعاقدات مع أو فرص التعاقد مع مدير فني قادم خلفا لهكتور كوبر يتولى مهمة المنتخب الوطني الأول. في تصريحات للواء ثروت سويلم رئيس يقول رابطة الأندية جزء من اتحاد الكرة، بيكشف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ان رابطة الأندية جزء لا يتجزأ حسب وصفه من اتحاد الكرة، وان تشكيلها ليس ضعفا ومن مجلس الإدارة ولكن تعبيرا عن ثقة المجلس في نفسه. وقال ايضا في ورشة عمل تراخيص الأندية انه لا يوجد مجال للصراع بين الرابطة واتحاد الكرة على الإطلاق، لان الجبلية صاحبة قرار تشكيل الرابطة ومنحها حق إدارة المسابقة الأهم وهي الدوري العام. دي وجهة نظر طبعا المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وبالتأكيد بينقل من خلالها أو بيمثل في هذه التصريحات لوسائل الإعلام رؤية مجلس الإدارة الحالي لاتحاد الكرة، وأنهم استقروا على هذا الأمر، وأن ده الشكل اللي هم يعني اصطلحوا عليه أو توافقوا عليه للفترة القادمة. والأمن يوافق مبدئيا على حضور الجماهير لقاء الأهلي والإسماعيلي. بيؤكد أيضا المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه تم الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بالحضور الجماهيري في المباراة، طبعا مباراة من أهم المباريات ومن أكثرها فيما يتعلق بالاهتمام والحضور والمتابعة الإعلامية والجماهيرية دائما أبدا مباريات الأهلي والإسماعيلي. بيلتقي الأهلي والإسماعيلي في افتتاح مسابقة الدوري الممتاز وفقا لما أسفرت عنه القرعة التي أجريت في اتحاد كرة القدم. وأضاف سويلم أن الأقرب هو حضور 2000 مشجع للأهلي و200 للإسماعيلي، وتابع الاتجاه الأقرب يتمثل في الموافقة على حضور 15% من سعة الاستاد لأصحاب الأرض، وده طبعا النسب اللي كانت يعني بتتغير زيادة أو نقصان في الأيام اللي فاتت في دراسات وتحضير اتحاد الكرة الموسم الجديد. في حلقات سابقة كان لسه الرقم بيدور حوالين 10% من الساعة الخاصة بالاستادات، وصل الرقم إلى 15% ولكن من ساعة الاستاد لصاحب الملعب أو لصاحب المباراة. اتحاد الكرة بيدرس الإبقاء على أحمد ناجي مدربا لحراس المنتخب. في طبعا أراء كثيرة بتطالب أو واضح من المناقشات اللي بتجري الآن للتحضير للتعاقد والانتهاء من عملية التعاقد والبحث عن مدير فني جديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في اتجاه أو رأي فني بيطالب داخل الاتحاد بالإبقاء على الكابتن أحمد ناجي مدربا لحراس المرمى. طبعا الكابتن أحمد ناجي كفاءة وكدر فني لا خلاف عليه، بالرغم من نتائج المنتخب أو اتفقنا أو خلافنا مع الشكل اللي ظهر عليه المنتخب، اتفقنا أو خلافنا في الآراء أو اختلفنا على ما إن كان كوبر صاحب قدرات فنية عالية وقدم الكثير كما يرى البعض، وإن كان قد أخفق تماما أو أنه مدير فني فقير جدا فنيا كما يرى آخرون، ده بعيد عن أن الكل بيجمع على أن الكابتن ناجي دايما له بصماته كمدرب لحراس المرمى مع أكثر من حارس في فترات سابقة سواء في النادي الأهلي أو في المنتخب الوطني، بيقدم مستويات فنية وبيقدر يرتقي أو يرتفع بمستوى مجموعة الحراس اللي بيكونوا هو المشرف عليهم فنيا وهو اللي بيتولى تدريبهم، وده شفناه مع أكثر من حارس على مدار سنوات سواء في تجارب كابتن ناجي مع الأندية أو مع المنتخبات. نتمنى له كل التوفيق طبعا لو استقر القرار على تجديد التكليف له ببقائه مدربا لحراس المرمى في المنتخب الوطني. بيفاضل اتحاد الكرة بين عدة أسماء لتدريب المنتخب الوطني خلفا لهكتور كوبر، هيرفي رينار والألماني طبعا المدرب أو المدير الفني الفرنسي، والألماني روهو والبرتغالي كارلوس كيروش.
أسماء أصحاب خبرات أو بصمات فنية واضحة مع الفرق أو المنتخبات اللي تولوها في الفترة الأخيرة. طبعا البرتغالي كارلوس كيروش لا خلاف على أنه صاحب سيرة ذاتية طويلة جدا، مشوار طويل، عنده نجاحات، عنده بصمات، عنده بطولات تحققت، عنده تجارب مع عدد من الفرق على مستوى الكرة القدم عالميا، طبعا اسمه من خلالها لا خلاف عليه، وتمت الإشادة به كمان خلال بطولة كأس العالم الأخيرة من فرناندو هيرو لما تم تكليفه من الاتحاد الإسباني وكان بيستعد لخوض المباراة بين المنتخب الإسباني والمنتخب الإيراني. قال إنه أستاذي في التدريب ومدربي، وإنه له بصمات فنية على مجموعة اللاعبين اللي كنت واحد منهم خلال فترة تولي منصب المدير الفني لريال مدريد، فكان في إشادة على إنه مدرب صاحب خبرات كبيرة. حتى في آراء أو أعين مدربين تانيين أصغر سنا أو من أجيال أحدث في عهدهم بالتدريب في كرة القدم، فلا خلاف على اسم كارلوس كيروش كصاحب خبرة كبيرة. أيضا الألماني روهو والفرنسي هيرفي رينارد بدرجات متفاوتة في بصمات فنية شفناها في الفترة اللي فاتت مع الفرق أو المنتخبات اللي تولوا تدريبها، ودايما هيكون الحسابات كمان ليها بعد مادي، راتب كل مدرب وقيمة التعاقد معاه، الشروط الجزائية اللي بيطلبها، يعني في أمور كثيرة بتسهل أو تعقد من عملية التفاوض مع أي مدير فني، خاصة لو عنده سيرة ذاتية ناجحة وعنده بصمات على أساسها قيمته التسويقية بتزيد والعروض المتاحة أمامه بتزيد، مش بس من ناحية عدد العروض أو مستوى الفرق اللي بتقدم له عروض لتدريبها، ولكن مستوى كمان قيمة التعاقد فنيا أو قدر الراتب السنوي اللي بيحصل عليه والامتيازات اللي بيطلب وضعها في التعاقد معه أو في عقده. واتحاد الكرة سيجتمع يوم 22 من الشهر الجاري لمناقشة ملف المدربين المرشحين لقيادة المنتخب الوطني. والله بس كل اللي بنتمناه إن الاتحاد يدرس البدائل كلها، ما يشترطش أمر، يعني ما يقفلش على نفسه باب معين ويقول إن أنا الاختيارات أمامي أجنبي بس أو مصري بس، بالعكس الأصلح اختاروه، وإحنا كلنا ثقة أنكم هتبحثوا هتفكروا بشكل علمي أكاديمي، هتتشاوروا في الأمر، هتشوفوا بعض الأراء الفنية أو الخبرات الفنية الموجودة معاكم في الاتحاد اللي ممكن تخلي القرار ده صائب وموفق. ما فيش حاجة اسمها من الأساس أكون مقرر مدير فني أجنبي أو مصري، الأساس هو المعايير الموجودة عندي، القيمة المالية المتاحة ليا للتعاقد أو الحوافز المالية اللي أنا بضعها لهذا الجهاز أو ذاك، وإزاي أختار أفضل عنصر من وجهة نظر كمان اللاعبين بعد تجربتهم الأخيرة، إيه اللي ممكن نعالج القصور اللي ظهر خلال فترة وجود هكتور كوبر بمدير فني مغاير تماما في أسلوبه، يقدر يفجر طاقات اللاعبين ويقدم كرة قدم تكون مرضية بقدر ما للجمهور المصري اللي كان محبط جدا من طريقة أداء الفريق تحت قيادة الجهاز الفني السابق. فأعتقد في حسابات كثيرة جدا هنتكلم عنها. مرة ثانية نرجع للكابتن ناجي اللي زي ما قلنا لحضراتكم إنه في اتجاه للإبقاء عليه ولتجديد تكليفه ثقة في قدراته الفنية اللي قلنا إنها متميزة من خلال تجاربه السابقة مع عدد من الحراس في الأندية أو المنتخبات. معانا على الهاتف الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس المرمى في المنتخب الوطني الأول لكرة القدم. مساء الخير يا كابتن ناجي. خير محمد، وحشني جدا والقناه وحشاني، وبنسعد بيك دايما وان شاء الله تشرفنا في اقرب وقت وتكون ضيفنا على شاشه قناه الاهلي ان شاء الله. كابتن ناجي قول لنا اخر التفاصيل بالضيفنا كابتن ضياء عبد الصمد قبل ان نتناول هذا الخبر. النهارده هيكون معنا بعد قليل وبعد الفاصل الكابتن ضياء عبد الصمد ضيفنا في الاهلي في كل مكان، لاعب النادي الاهلي السابق، ويتحدث عن نهائي كاس العالم، عن البطوله الافريقيه، عن رؤيته لاهميه المباراه وكيفيه تعامل الجهاز الفني واللاعبون مع هذه المباراه المصيريه في البطوله الافريقيه مع تاونشيب بطل بوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل. لكن اخيرا ومع احترامنا طبعا للجهد المبذول للوصول لافضل حل وافضل مدير فني ممكن لاتحاد الكره، فان مارفيك المدير الفني لمنتخب استراليا طلب حاجات كتير قوي، يعني التفاوض معاه مبدئيا هذا الخبر بيصف الرجل بانه وضع شروط تعجيزيه، مده العقد لا تقل عن 4 سنوات، دي مطالبه ويستمر حتى نهايات كاس العالم 2022. ايضا لا يمكن او رافض تماما فكره انهاء العقد تلقائيا حال الفشل في التاهل لنهائيات كاس الامم الافريقيه 2019، ووضع بعض الشروط اللي بيراها مجلس الاتحاد تعجيزيه من اجل تدريب الفراعنه، بيتمثل في اضافه شرط جزائي في العقد يقدر ب6 اشهر. يعني الحقيقة فان مارفيك ما قدمش كرة قدم أفضل من هيكتور كوبر عشان يبقى الراجل بيطلب كل ده ويبقى فيه اهتمام بالتفاوض معاه. المتابع لمنتخب استراليا في الفترة اللي فاتت ما اعتقدش انه هيلاقي نقلة في مستوى الأداء أو من المنتخبات اللي لفتت أنظار المحللين الفنيين في كأس العالم، فبالتالي نبدأ ندور مين الجهاز الفني اللي ورا المنتخب ده ويبقى مطمع للتعاقد معاه والاتحادات تتنافس وتتسابق من أجل الوصول إلى حياة فان مارفيك. يعني ما اعتقدش انه بأي شكل من الأشكال هيكون مختلف عن هيكتور كوبر، وانه مش هيضيف حاجة لو وافقوا على، اعتقد طبعا ان اتحاد الكرة ممكن يوافق على كل الشروط دي، واعتقد انهم بيعملوا المواءمات بالشكل الأمثل عشان ما يبقاش حد وضع شروط
بتعد سيف على رقبة الاتحاد أو على خزانة الرياضة المصرية أو الدولة المصرية. بالعكس، لازم بعد تجربتنا اللي فاتت نضع النقاط على الحروف ونكون ماسكين كل النقاط أو كل نقاط القوة في التعاقد في أيدي الاتحاد وليس في أيدي المدير الفني القادم، لأننا الحقيقة بنتعرض لمقالب كتير قوي. هكتور كوبر حاليا التفاوض معاه إذا كان انتهى بالفعل للتعاقد حسب بعض التسريبات أو المتابعات الإعلامية أو لم ينتهي التعاقد معه حتى الآن، العروض وتراوح المبالغ اللي معروضة عليه لا تزيد عن $50,000 كحد أقصى، نصف ما كان يتقاضاه في أو من الاتحاد المصري أو خلال تولي مهمة المدير الفني لمنتخب مصر. فاصل ونعود ونستقبل بعد قليل الكابتن ضياء عبد الصمد. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي في كل مكان، ونرحب بضيفنا لاعب النادي الاهلي سابقا الكابتن ضياء عبد الصمد. مساء الخير واهلا بحضرتك كابتن. مساء الفل يا استاذ محمد، ربنا يخليك حبيبي، سعيد موجود معاك النهارده واحنا سعداء بحضرتك، وخصوصا يعني بعد نهايه كاس العالم الجميله اللي شفناها من شويه. نبدا يعني نبدا الحوار حزين باخر الاحداث أو الاحدث هو نهائي كاس العالم، شايف ازاي المباراه دي يا كابتن ضياء؟ ومنها طبعا هنتكلم عن منتخب مصر قبل ما ننتقل بقى للمساحه الاكبر من تركيزنا النهارده على النادي الاهلي والمباراه الافريقيه. شايف النهائي ده ازاي؟ يعني انا حزين شويه، انا كنت كرواتي من شويه كده كنت اتمنى ان كرواتيا هي اللي تفوز بكاس العالم، لكن من متابعتي للمباراه حسيت ان فريق كرواتيا مش عارف فيه يعني مزيج من الثقه او مزيج من الشعور بان انا هبقى بطل كاس عالم، وفي نفس الوقت حسيت ان هم يعني قلقانين، يعني 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 انا بالامانه انا ما تابعتش كاس العالم كله، يمكن تابعت ماتشات مصر بس او في ماتشين كمان يعني كده على استحياء، لكن تابعت النهارده نهائي كاس العالم. حسيت ان كرواتيا اللي سمعته عنها انها فرقه منظمه، فرقه البدني بتاعها عالي جدا 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 جدا، ان حتى يعني يمكن النهارده مودريتش انا ما شفتوش بالكميه الجري اللي كان بيجريها حتى لما كان في ريال مدريد. اللي قطم يعني شفته بدنيا اقل من مبارياته مع ريال مدريد، حتى استحواذه في 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 المباراه في التايم الاولاني والتايم الثاني مش هو ده. هو في ناس حتى قالت ان مودريتش ما كانش في نفس او في التوب فورم بتاعته حتى في مباراه قبل النهائي. الحمد لله تمام، حتى انطباع، انت تاخد انطباع عموما وبتبدا تتكلم عنه، دي نمره واحد. نمره اثنين، الهدف اللي جه انا مستغرب، يعني فرنسا اللي عرفوا عنها ان هي من احسن الفرق في كاس العالم حاليا بتلعب كره سله، ومن اقوى الفرق اللي تقدر تسبب خطوره على الفريق المنافس من كره السله. جون او هدف يعتبر بالنسبه لنا احنا كمصريين طبيعي قوي، دي انا مستغربها. يعني 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 بامانه الكره اتلعبت هقول 100 على 100، 10 على 10 غلطه، بس يعني مش عارف ازاي في نهائي كاس عالم الغلطه دي بتحصل. شفنا صعبه جدا، صعبه جدا بامانه انها تحصل. نمره اثنين، اللي وقع بقى فرقه الدنمارك حته الهدف الثاني. انا قعدت احسب ضربه الجزاء، حضرتك توصل لوقع كرواتيا. سوري كرواتيا كان في غلطات ساذجه قوي حصلت سواء في البطوله يا كابتن ضياء وقبلها كمان، يعني في الفاينل، فاينل دوري ابطال اوروبا اللي كان بيلعب فيه نجمنا محمد صلاح، وكل الجماهير المصريه بتتابع البطوله دي اكتر من متابعتها المعتاده للفاينل. كان في اخطاء ساذجه جدا يعني من حارس مرمى ليفربول، يعني قلما نراها في الملاعب. احنا شفناها في الهدف الثاني بتاع شفنا ده في كاس العالم في اكتر من مباراه بتاع كرواتيا طبعا، يعني في اخطاء ساذجه جدا. انا بتكلم على ضربه الجزاء، يعني المفروض دي برده دي اللي يعني بيتهيألي يعني القشه التي قسمت ظهر البعير. طبعا دي قللت جدا معنويات كرواتيا، في نفس الوقت رفعت جدا معنويات فرقه فرنسا. حسيت بقى بعدها يعني قلت الامل ممكن موجود، لكن طبعا الهدف الثالث لما جه مش عارف، يعني فرقه كرواتيا عايزه تكسب، عايزه تحقق نتيجه كويسه. يعني فرقه فرنسا ضيقت مساحات قوي، ما ساعدتش كرواتيا ان هي تجيب الهدف الثاني او التعادل ليها. الهدف الثالث كان خلاص يعني يعتبر انها على امال فرقه كرواتيا تماما. لو بعد الهدف الرابع حتى
وجي الهدف الثاني بتاع كرواتيا لو كان جه هدف او اتحسب ضربه جزاء لفريق كرواتيا انا اعتقد كان الماتش اتقلب تماما. كل ده احنا نرجع له بحاجه ثانيه صغيره. مين في كرواتيا مشهور جدا او معروف جدا اسمه زي رونالدو او اسمه زي ميسي او اسمه زي اكبر لعيبه العالم؟ مش هتلاقي، هو واحد او اتنين اللي في الفرقه كلها، يعني اشهر ثلاثه في الفرقه نظريا يعني مانزوكيتش وراكيتيتش ومودريتش ثلاثه، حتى لو في لاعبين تانيين مميزين يعني يعني هنقول ايه اشهر ثلاثه في الفرقه مش في العالم. يعني مش لما مش هتيجي شهرتهم بالنسبه لمحمد صلاح دلوقتي او هتيجي شهرتهم زي يعني ميسي هم او هم من اشهر اللاعبين في العالم بس تمام. مش لدرجه ميسي ورونالدو يعني. تمام. الفرقه بتعتمد على ايه؟ على الكره الجماعيه. يعني يمكن برضه هنقول بامانه انا بعتبر ان ميسي اتظلم او رونالدو اتظلم في حته الكره الجماعيه. الفرق الكبيره اللي بالشكل ده لما بتعتمد على لعيب واحد بيبقى كل دماغ الفرقه او كل الميديا او كل الدنيا بتتكلم على ان اللعيب دوت بس هو الفرقه. يعني انا فرقه الارجنتين هتعتمد على ميسي، فرقه البرتغال هتعتمد على رونالدو، ودي للاسف برضو دي مشكله. دلوقتي اتجسدت لنا الكلام دوت في بلجيكا وفي الدنمارك. دلوقتي اللعب الجماعي، تقريب المسافات، كل واحد دلوقتي مدير فني نتكلم عليه. هي كرواتيا النهارده جايه معاك انها الدنمارك. الدنمارك مش عارف عمال اعمل كرواتيا كل شويه. احنا كنت بقول الدنمارك دلوقتي كان عاجبك الموضوع. لا هي طيب كرواتيا حضرتك بتقول افضل تيم ورك كان في البطوله. انا بلجيكا وكرواتيا وفرنسا برضو انا من اللي سمعته وشفته في بعض المباريات انها كانت جامده جدا جدا وفرقه محترمه وبتلعب كره نقول بقى حديثه. المشكله في مصر عندنا او المشكله في العالم ان كل مدير فني بيجي بياخد امكانياته وقدراته ويبص على امكانيات لعيبته كويس قوي وبيوظفها كويس قوي وبيحط في دماغه طريقه اللعب اللي يقدر يلعب بيها. عكس تماما تماما اللي بيحصل عندنا في مصر. انا شايف في مشكله عندنا محمد برضو كنت بتكلم فيها امبارح. عندك مدير فني ظهر مع كرواتيا مش الدنمارك تمام؟ لا تمام كده. مدير فني ظهر مع كرواتيا او مدير فني ظهر لبلجيكا او مدير فني ظهر لاي فرقه. تبدا عينينا في مصر هنا تروح له. والمدير الفني دوت مش معروف او ما كانش سيرته الذاتيه جامده جدا اللي بيها انك انت تقول انا جايب واحد سيرته الذاتيه جامده. طب ليه ما نعملش احنا زي ما الناس دي عملت؟ ليه ما اجيبش واحد اعتمد عليه اثق فيه في امكانياته وفي قدراته واوفر له اللي كان بيتوفر لاي مدير فني لمنتخب مصر. لكن ليه اول ما بيظهر واحد مش شرط انه نجح في كرواتيا او نجح في 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 بلجيكا او نجح في فرنسا اي مدير فني انه ينجح في مصر؟ لان كمان شروطهم بتبقى زي ما شفنا في الاخبار اللي فاتت تعجيزيه مبالغ فيها وتبقى صعبه جدا تانية. وبعضهم كمان ما قدمش حاجه تستاهل انه يبقى فيه يعني سعي مبالغ فيه للتعاقد معاه. شرط ان هو اي مدير فني نجح مع فرقه بره يجي ينجح في مصر هنا؟ مستحيل. اكيد لا. بمعنى هات اي مدير فني كان فتره من الفترات كان النادي الاهلي سيم الناس بيمرن. كان فتره من الفترات الراجل اللي كان بيمرن الاهلي اي مدير في النادي الاهلي كان لو مسك اي فرقه بعد الناس اللي بتهبط كان هياخد دوري بيهم؟ لا طبعا مستحيل. تمام كده. والعكس صحيح، لو جبت الفرقه اللي كان مدربها بيهبط ومسك النادي الاهلي كان ممكن يصعد. ليه؟ او ياخد الدوري او ياخد البطوله. حتى احنا ما بنفكرش فيها وغفله عن الناس كلها. على فكره مستر مانويل جوزيه تجربته الناجحه والمتكرره في نجاحها كانت مع النادي الاهلي في وقت الكابتن حسن حمدي والكابتن الخطيب ومجلس الاداره في هذا الوقت والجهاز كل النادي كان موفر له الدعم بافضل شكل ممكن وقدر يحصل على افضل عناصر في مصر وفي ومجموعه من افضل لاعبي المنطقه العربيه او القاره الافريقيه واستفاد بهم كمدير فني بافضل شكل. لم يكرر هذه التجربه مع اي منتخب او نادي بعد النادي الاهلي. وانا كنت هقول لك وده بياكد كلامك. لا لسه بقول لك اهو، هات لي بقى لعيبه في وقت من الاوقات لو جبت لهم 10 احسن 10 مديرين فنيين في مصر او في العالم كله، سوري مش في مصر، في العالم كله، والله ما هيحققوا حاجه محمد، والله ما هيحققوا حاجه. هي بترجع لل اولا انت عندك هنا في مصر الموضوع مختلف تماما. بمعنى ايه؟ كل حاجه مختلفه، جو تدريب نفسي طبي بدني، السيكولوجيه النفسيه والرياضيه عندك في مصر ملهاش علاقه تماما باوروبا. فما تجيش تقول ده نجح مع كرواتيا او نجح مع بلجيكا او نجح مع فرنسا او حتى مع انجلترا او المانيا. طب يعني عايز عشان ننتقل سريعا، الكلام ده مهم يا كابتن ضياء، عايز انتقل معاك للنادي الاهلي والمباراه المهمه جدا يوم الثلاث. عايزين نختتم الملف ده سريعا لان الوقت ممكن ما يتسعش اننا نتكلم عنه باستفاضه يعني. تمام. ايه المعايير اللي شايف ان اتحاد الكره تفضل ان يضعها في التعاقد وفي عمليه الاختيار والتفاوض مع اي مدير فني؟ انا شايف مدرب وطني ياخد كل الصلاحيات اللي هياخدها المدير الفني الاجنبي
تكون اختراط بس فيها شويه هدوء ما فيهاش تحيز. المدير الفني بمعنى ايه تحيز؟ بمعنى يعني انا مثلا ممكن سي محمد مدير فني كويس ومحترم وعامل فرقه كويسه، وضياء مدير فني ومحترم وعامل فرقه كويسه، بس انا ماليش ميول لضياء، ليا ميول لمحمد. مين الصداقات او الاقرب للاتحاد على المستوى الشخصي يعني العلاقات الشخصيه؟ وللاسف ده مبدا اساسي دلوقتي في اختيارات كل اللي بيحصل للمديرين الفنيين لمنتخبات مصر كلها بالشكل دوت. والدليل زي ما بقول لك ناس كثيره جدا، في ناس تبقى بعيده جدا بعيده جدا عن التدريب او بعيده جدا عن مستواها انها تمسك منتخب او يؤهلها انها تمسك منتخب، ما بني على باطل فهو باطل. احنا كنا بنقول في مستر كوبر، مش يعني انا مش زي ما بيقولوا بشمت او بتكلم، لا انا بتكلم كان قلت كتير جدا على فكره، لا شكل ولا لون ولا طعم ولا ريحه، لكن بنكسب. الراجل عدانا ثلاث بطولات افريقيه صعدنا ولعبنا تصفيات امم افريقيه ولعبنا على المركز الاول والثاني، كاس عالم 28 سنه ما صعدناش صعدنا، فكان بالتالي ما ينفعش تقول له امشي وخلاص، لو كان حقق نتيجه تبقى مشكله. انا المعايير عندي. طب سريعا عشان لازم نتوقف مع فاصل ونرجع. مدير فني مصري وياخد كل الصلاحيات، وعلى ما اعتقد دي انسب اختيار للمرحله دي. طيب خلونا نتوقف مع فاصل قصير ونعود لاستكمال هذا الحوار. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ونجدد الترحيب بضيفنا الكابتن ضياء عبد الصمد لاعب النادي الاهلي سابقا. واختتمنا الحديث عن اتحاد الكوره اللي قلنا في النهايه راي الكابتن ضياء انه بيتمنى مدير فني مصري للفتره الجايه، وشايف ان هذا الاختيار هو الانسب، ونتمنى فقط ايضا الموضوعيه الشديده والدراسه الكافيه في اتخاذ القرار الخاص بالتعاقد والاسم اللي هيتم الاستقرار عليه، سواء كان مدير فني اجنبي او مصري من قبل اتحاد الكوره. ان شاء الله يكونوا موفقين، تكون الاختيارات مردودها ونتائجها افضل من الاختيارات السابقه. هننتقل للحديث عن بطوله دايما عندنا فقره خاصه في الاهلي في كل مكان بنتذكر مع حضراتكم من خلالها مباريات تبقى دائما في ذاكره الاهلاويه وجمهور الكوره المصري بشكل عام، البطوله العربيه ونجاحات تحققت ومباريات استثنائيه قدمها النادي الاهلي في اكثر من نسخه من البطوله العربيه ونجاحات كبيره تحققت مع انطلاق هذه البطوله. النهارده بنتذكر مع حضراتكم البطوله العربيه موسم 94-95. خلونا نشوف هذا التقرير ونعود للتعقيب عليه ولاستكمال الحوار. حينما نتحدث عن بطولات القلعة الحمراء على المستوى المحلي والإفريقي فحدث ولا حرج، ولما لا؟ بعدما نجح لاعب الفريق الكروي الأول على مر العصور في احتكار البطولات من أجل إسعاد الجماهير وإعلاء راية النادي الأهلي في عنان السماء، هو حقا نادي البطولات. بالرغم من البطولات العديدة التي احتضنها دولاب البطولات بالنادي الأهلي، إلا أن هناك بطولة كان لها بريق خاص، هي البطولة العربية للأندية أبطال الدوري التي توج بها الأهلي في 15 سبتمبر 1996 في النسخة رقم 16 التي استضافها الأهلي بمشاركة 7 فرق من أكبر الأندية العربية. نجح المارد الأحمر في التتويج باللقب على حساب الرجاء البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بعدما تغلب عليه ب3 أهداف مقابل هدف. تقدم الأهلي عن طريق مجدي طلبة من ضربة ركنية مباشرة في الدقيقة 3 خدعت حارس الرجاء. تعادل نذير صلاح الدين هداف البطولة في الدقيقة 19. في الشوط الثاني أعاد هادي خشب التقدم مجددا للأهلي في الدقيقة 5 من ضربة جزاء، قبل أن يؤكد وليد صلاح الدين الذي شارك في المباراة كبديل، أكد الفوز بهدف عالمي في الدقيقة الأخيرة. مثل الأهلي بقيادة الألماني راينر هولمان في النهائي كل من أحمد شوبير كابتن الفريق، إبراهيم حسن، محمود أبو الدهب، محمد يوسف، مشير حنفي، أحمد نخلة بديلا له ياسر ريان، هشام حنفي، هادي خشبة، مجدي طلبة، أسامة عرابي، رضا عبد العال، وكان بديلا له وليد صلاح الدين، أحمد عبد المنعم كشري، تحت قيادة تحكيمية للكويتي سعيد كميل.
هي البطولة العربية الوحيدة في تاريخ النادي والتي شهدت تألقا لافتا للنظر لكافة نجوم الفريق تحت قيادة ألمانية للمدرب الأسبق راينر هولمان، ليؤكد أبناء القلعة الحمراء جدارتهم بعد أن فاز الفريق بأول بطولاته الإقليمية عام 95. كابتن ضياء، فاكر شكل أداء الأهلي في الفترة دي اللي طبعا تحدث عنها التقرير بشكل تفصيلي تحت قيادة راينر هولمان المدير الفني الألماني، وأيضا الشكل اللي ظهر عليه الفريق في البطولة دي تحديدا؟ الفترة دي كان الأهلي برضو فيها كان تحس أنه ممكن ياخد بطولة في أي وقت. كانت عنده مجموعة لعيبة جامدة جدا، عنده مجدي طلبة، عنده أسامة عرابي، عنده شوبير، عنده وليد صلاح، عنده رضا عبد العال، مش عايز يعني انسى بعض الاسماء، محمد يوسف، نخله، كشري. لا كان فتره من الفترات كان الاهلي فيها يعني لما جه راينر هولمان في الفتره ديت كان على ما اعتقد برضه في صحوه كانت في النادي الاهلي، وكانت زي ما التقريب كان مدرب عنده جرأه وعنده كان جريء جدا وكان بالظبط، وكان دي كانت حاجه من الحاجات برضه كانت ميزه في النادي الاهلي، او اللي كان بيجي يمسك النادي الاهلي كان بيعرف تاريخ النادي الاهلي، فكانت بالنسبه له انه يكسب او ان هو يعتاد على البطولات دي كانت حاجه بالنسبه له كانت كويسه جدا. يمكن الفتره دي برضو 96 95 96 كان النادي الاهلي بيبقى كل فتره بيبقى فيه احلال وتجديد. كانت الفتره دي على ما اعتقد كان فيها بقى الناس كلها خلاص يعني زي ما نقول استوت، او النادي الاهلي كان مرحله التجديد ديت او الاحلال والتجديد كانت خلاص انتهت، فكانت برضو خلاص بعتبرها في استقرار فني بالنسبه للفرقه، فبعتبرها دي فتره من الفترات الكويسه قوي للنادي الاهلي 95 96 يعني. طيب الاهلي 2018 في البطوله الافريقيه وعندنا مباراه بالغه الاهميه وموقفنا صعب حتى الان في دوري المجموعات، كابتن الخطيب بيقول ما فيش مستحيل، بيقول اللاعبين الاهلي على مدار تاريخه لا يستسلم. شايف المباراة اللي جاية ازاي يوم الثلاث وفرص الاهلي فيها ان شاء الله؟ لا طبعا ابقى يعني مش منصف لو قلت ان الماتش مش صعب، لا ماتش صعب. الماتش صعب لسبب انك انت خسران مباراة ومتعادل مباراة. الان ان الاداء في المباريتين ما كانش على المستوى المطلوب لبعض الظروف اللي كانت موجودة وقتها او اللي كانت تحيط بلاعب النادي الاهلي وقتها. الان من حته صغيره جدا لو تخطيناها ان شاء الله هيبقى الامور هتسير في المسار الصحيح بتاعها، انك تسجل هدف بدري شويه، ومش عايز تاخير هدف يقلق اللعيبه، لان دي هتبقى يعني مش هنقول يعني هتبقى مشكله قوي لو انا قلقت، لان هيتحط في دماغ اللعيبه انا عندي بولت من كام؟ من 6 متعادل وخسران. الاستعجال في الفتره الاولانيه او في اول ربع ساعه اول ثلث ساعه انا على ما اعتقد دي مهمه جدا 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 جدا. افرض طريقتي، افرض سيطرتي، يبقى عندي ميس باس قليل قوي الفتره دي محمد، اول ربع ساعه ديت وخصوصا انك يا ان يا اوت. دي مشكله، دي مباريات ما تحتملش بالظبط، انا بعتبرها مباراه خلاص يعني انا يا اطلع ما لهاش حل تاني غير كده. في من الخبرات في النادي الاهلي، في من الخبرات في النادي الاهلي ايا كان مين اللي هيلعب ان عنده القدره انه يقدر يحتوي الموقف دوت. تلعب هادي مفيش مشكله بالنسبه لك، وخصوصا ان انا عرفت ان في 10,000 متفرج تقريبا هيحضروا المباراه دي، هتبقى ان شاء الله اللاعب نمره 12 في الملعب. مش بس انا محتاج، بقول لك مش محتاج استعجال، هستعجل هياثر عليك، هتتوتر، هيبقى في مصباص كتير، هيبقى في قلق، وده كله ممكن يعكس صوره مش كويسه. لكن زي ما الكابتن خطيب قال ان فعلا النادي الاهلي طول عمره وفتره كبيره، فترات كبيره جدا جدا حصد بيها النادي الاهلي بطولات في اخر ثانيه، مش من اخر دقيقه، لا لاخر ثانيه مش اخر دقيقه. دي لازم تكون عند اللعيبه، اتواجدت عند اللعيبه على ما اعتقد هيبقى الشكل مختلف تماما تماما تماما. المجموعه في الموجوده امامنا يا كابتن ضياء في قائمه الفريق اللي هتكون موجوده لاستغلالها في المباراه او الفوز بها ان شاء الله، ورؤيه الجهاز الفني بقياده باتريس كارتيرون، هل شايف العناصر الموجوده قدامنا في القائمه متكامله؟ العناصر فنيا هل تمنح المدير الفني الفرصه للتفوق في هذه المباراه؟ شايف الفريق صفوفه مكتمله ولا عندنا لسه نقص في بعض المراكز او اي اوجه قصور محتاجه تعديل في الفريق؟
لا انا شايف ان يعني بالشكل اللي قدامي دوت لا انا مش شايف ان في تقريبا قصور في 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 الاسماء اللي موجوده اللي هتلعب المباراه ايا كان مين اللي موجود. يعني الجاهزيه موجوده في كل العناصر, يعني ما عنديش مشكله اطلاقا في ان انا يبقى عندي عجز في لعيب او اتنين, مع ان انا برضو انا ضد وهفضل ضد ان النادي الاهلي يتقال عليه انه ناقصه حد, لان النادي الاهلي اسم كبير, النادي الاهلي بيكبر اي اسم, النادي الاهلي وده مش كلام, وهقول لك بسرعه كده في عجاله, وليد ازارو جاي النادي الاهلي ب 2 مليون مثلا وشويه بيتعرض ب 10 مليون, النادي الاهلي بيكبر اي حد, ولازم دي تبقى في الناس الجديده اللي داخله تعرف الحته دي, روح الفانيلا الحمراء بتاعه النادي الاهلي لا ليها مسار تاني خالص وشكل تاني خالص ولون تاني خالص وطعم تاني خالص, ودي اللي بتنزل الاهلي, فلازم دي تبقى محطوطه, وانا متاكد انها محطوطه, لكن في بعض اللعيبه مش هنقول انها اتصبغت بصبغه الروح ديت, لكن موجوده باللعيبه اللي حواليها وموجوده في نادي الاهلي. كل العناصر اللي تقول بيها انك تكسب موجوده, متمثله احمد فتحي موجود عندك, انا بالنسبه لي علي معلول موجود عندك, سعد سمير, ايمن اشرف بالنسبه لي انا, او 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 او, أو, أو نجيب ما فيش مشكله بالنسبه لي موجودين, دي اسماء انا بقول لها بيها ممكن تلاقي شكل النادي الاهلي مختلف تماما. في خط النص عندك حسام معشور وعمرو السوليه, اثنين مهمين جدا جدا وموجودين, بالاضافه اللي انا شايفه مش عارف ممكن حد بقى يعني 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 يشاركني في الحته دي ولا لا, ان انا بحب الاعب قوي وليد سليمان تحت نص الملعب, مش عارف ليه انا بعتمد بحبه جدا يعني, وبالذات لو وليد سليمان بيلعب جنبه مثلا مؤمن زكريا في الطرف الشمال. يعني بتفضل وليد سليمان يبدا مباراه ولا نص الملعب في اوقات, لان الموسم اللي فات كان بيتم الدفع بيه في فترات ودايما بيبقى موفق, بينزل يحرز هدف او يخلي فعاليه الفريق. في بعض اللعيبه كده يا محمد, يعني في بعض اللعيبه اول ما بتبدا معاها الموسم اول ما بياخد ربع ساعه نص ساعه او ثلث ساعه بتلاقيه بقى خلاص هو يعني اتسيستم على كده, وفي لعيبه ثانيه لما بتبتدي بيها وبخبراتها تتفوق وعلى نفسها وتبقى يعني سبورت كويس قوي للمجموعه اللي معاها بتفيد الفرقه. انا شايف ان وليد لازم موجود في يعني في الفتره دي, مفنش كويس قوي, فاهم واجباته كويس قوي, روحه كويسه جدا, خبراته الدوليه تقول ان هو لازم يبقى موجود. انا على مدار بالنسبه لي انا قضيه مش دعوه بقى طبعا كارتيرون هو هيعمل ايه, لان الراجل ده برده مش بعيد عن على مصر, ما هو كان عارف وليد وعارف مؤمن وعارف سعده, ما هو لما كان موجود بعد كده عنده تجربه, لا عنده تجربه ولعب قدام الناس دي وعارفهم كويس, فانا شايف ان وليد لازم, انا شايف يعني من وجهه نظري في المباراه دي بالذات لازم وليد يبقى موجود, انا شايف كده. ممكن بقى حسام او عمرو بالاضافه لمؤمن يلعب ناحيه الطرف اليمين طبعا شمال. من الاوراق المهمه اللي رجعت لنا بعد فتره جونيور مؤمن زكريا طبعا فضل. ده مهم جدا يعمل فرق كبير, ده عنصر مهم جدا في وجود جونيور وفي وجود وليد ازارو. انا بس اللي بتمناه ان 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 مروان ينسى شويه حته وليد, انا شايف ان وليد مهم جدا جدا بامانه الله, يعني لا وجوده ضروري جدا جدا في وجود مؤمن وجونيور ووليد ازارو, لا مربع رهيب, مربع رهيب هيعوض غياب اي, مش عارف بقى غياب حد, لان انا ضد كلمه غياب دي يا محمد على فكره, مع النادي الاهلي مش حاجه اسمها غياب, انت لو جبت حد من اي مكان ولعبته ولبسته تيشيرت الفانيلا الحمراء دوت او النادي الاهلي المفروض ان هو هيأدي. كنت بتقول بس عشان ما ننساش الجمله كابتن ضياء لانك ما كملتهاش, قلت انا اتمنى مروان محسن بالظبط ينسى شويه وما كملتش الجمله. مروان مش عايزه المنتخب ياثر فيه او المنتخب, لان مروان لعيب صغير ولعيب محترم ينسى تجربه المنتخب اللي واللي حصل موفق. والكلام واللي بيحصل ده كله انا عايزه ينسى ان هو يعني خلاص مش عليك انت لوحدك يا مروان, ده على على الفرقه كلها وعلى منتخب مصر كله, وما ياثرش فيه ان هو يعني كوره ولا اتنين او في حاجات اتحصلت في 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 بعض المباريات اثرت عليه ما هدفش. خلينا نناقش دي فنيا يا كابتن ضياء, مهم جدا حضرتك قلته ان احنا لازم ننسى التجربه, قفلنا التجربه, في بقى حسابات كتيره خاصه بالفتره الجايه, نستفيد من اللي حصل ازاي, نتدارك اخطائنا ازاي فنيا, تعاقد مع المدير الفني, كل الامور اللي جايه ازاي نختار لاعبينا بافضل شكل, ان المنتخب لا يحرم من جهود لاعبين يبقوا بره قوام المنتخب وهم مؤثرين اكتر من اسماء احيانا بتكون تمام موجوده تمام. لكن الجانب الفني بقى في مروان الكل بيتكلم عن انه بعد ما يعني اتصاب. رجع بالسلامه بعد فتره طويله جدا استغرقها علاجه تقرب من عام, رجع بقوه بدنيا خططيا بيتحرك, انه محطه بيستلم بيقف على الكره كويس, بيعمل فرص للاعبيه, بيخلق مساحات, ولكن مهمته الاولى لسه بندور فنيا على الجهاز الفني يرجعها ازاي, اقول لك الكره تبقى في الشبكه بامانه. منتخب مصر استعجل على مروان بامانه, ومنتخب مصر هو اللي حط مروان في الموقف دوت, بمعنى انا يبقى عندي يا محمد
18 نادي في 25 لعيب ما ينفعش تحط غير مروان بس ثروند صريح ومعروف ان هو ثروند. طب عندك واحد او اثنين حتى ممكن حتى من جوايا انا اتشد الطبيعي بقى اي حد دي حته فنيه لما بطلع واحد بس ومعروف ان انا هلعب مهما كان في مش رتابه في حته هدوء شويه مطمن على برافو عليك. طب انا عندك اثنين وثلاثه تاخدهم ايه المشكله؟ عندك اثنين خد حمدي يا اخي خد احمد جمعه بتاع المصري ايه المشكله؟ خد عمرو يا بتاع النادي الاهلي بتاع الاهلي احمد جمعه تحديدا الاسم يعني كل الناس كان في اجماع عليه على قدراته كمهاجم راجل يعني مش عايز اترجع عشان احنا مش عايزين نبعد عن القصه دي لا انا في مش هقول شبهات لا في في صلاح محسن كمان من الاسماء اللي طالعه في الفتره دي هنقول صلاح محسن لا معلش انا هقول صلاح محسن لسه شويه لكن انا بتكلم على مين انا بتكلم على احمد جمعه وبتكلم على عمرو مرعي ادي اثنين واثنين لعبوا واثنين تقال واثنين محط مش هقول بقى محطات زي يعني صداده انا ضد كلمه محطه بالشكل اللي الناس كلها بتتكلم بيه كلمه محطه المحطه دي يقف على كورته المحطه دي يبقى اسيست محطة دي يعمل 1 2 1 3 محطه دي يستلم ويعدي ويشوط محطه دي يعمل كل حاجه مش محطه ان انا بستلم وسلم الكره بس طيب هل احيانا الاجهزه الفنيه بتقدر تشتغل على لعيب بدنيا وعنده روح القتاليه وبدنيا مواصفاته جيده كلاعب زي مروان محسن بس عنده اللمسه الاخيره محتاجه شغل عليها كتير الفتره الجايه عشان يرجع لمعدل التهديف انت جبت كده هل ده الجهاز يشتغل عليه يعمل فرق إيه مروان محسن كان ايه اللي ناقصه يا محمد بعد الفتره اللي جه فيها كان ناقصه ايه ناقصه مباريات خلاص طيب عايز حد يعني ما هو كده ده اللي بيفهم كوره فعلا ده البديهي ده البديهي الطبيعي ناقصه ايه مروان محسن غير انه ياخد حساسيه تحركات حساسيه المباريات حساسيه التهديد ثقه بقى في نفسه في مره من المرات كان كابتن جمال عبد الحميد اتعور وانا كنت في الاهلي وقتها نزل هو يلعب معانا واحنا 19 سنه كان كابتن جمال كبير عننا ليه عشان ياخد حساسيه التهديد حساسيه التحرك حساسيه المباريات مش عايز يبعد عن الملعب عايز انا عايز افضل في الملعب جهز قدام الجون يعني ما هو جهز عايز يجهز يجهز مع مين فبيبدا على الاقل منه شويه حتى لو كان يعني لعبوا عملوا له ماتشات كتير انا ممكن عايز اجهز لعيب وخصوصا ان كنت جايب واحد بس واحد بس يبقى كمان ولا يصلح محمد سوري ولا يصلح لا صلاح ينفع يلعب سترايك ولا ورده يرفع سترايك ولا كهربا ينفع سترايك ولا محمد صلاح ينفع سترايك ثلاثة أربعة أنا ما أعرفش كان لو لا قدر الله حصلت مشكلة لمروان عجله شد أي مشكلة أنت بتلعب إزاي؟ دي ما أعرفش الحسابات دي أنا ما تطرقش ليها لأن أنا مش مدير فني وهم كانوا بيفكروا إزاي لكن أنا بتكلم على حتة مروان اتظلم الناس كلها مستنية من مروان وحسن إن هو يعمل إيه؟ إنه يسجل يعمل إيه؟ يعمل جول اتنين وخصوصا الكرة اللي كان وقع فيها وهو لسه في مرحلة ولسه ده بالظبط يعني كمان محتاج على الماتشات اللي لعبها الثلاث ماتشات دول خمس ماتشات كمان او ست ماتشات طب بالنسبه للاهلي اطمئنانك لافضل شكل ممكن يبدا به الاهلي او تتمنى انه يبدا به الاهلي هجوميا مثلث الهجوم يبدا ازاي ولا تتوقع ثلاثي من لاعبي الوسط المهاجم تحت راس حربه صريح لا انا شايف وليد ازارو لازم يبتدي ده ما لهاش نقاش انا شايف تحت بقى هي المشكله في تحت انا في اعتقادي انا شايف ان حسام عاشور وعمرو السوليه وجودهم اساسي في طرفين وليد سليمان جونيور مؤمن وليد ازارو سترايك صحيح ثروند تمام اللي واقفين وليد سليمان وليد سليمان ومؤمن زكريا وازارو وجونيور وعندي عمرو السوليه وحسام عاشور وفي خط الظهر لو انا شايف احمد فتحي هيلعب علي معلول هيلعب انا شايف الجهازيه دلوقتي ممكن تبقى لسعد سمير وايمن اشرف يعني حابب الشكل اللي بعد الاثنين الهاف ديفندرز والاربع مدافعين اللي هم ثلاثه لاعبي وسط مهاجم وامامهم المهاجم الصريح او راس الحربه زي ما كان الاهلي بيلعب السنه هي انا بحب لا في فرق انا عندي اللي يؤدي الحته دي كويس قوي قوي مؤمن مؤمن بيأديها كويس قوي مؤمن بينزل يعني في بعض اللعيبه يا محمد ما بتطلبش منها انها تنزل تدافع او تعمل واجبها الدفاعي فانت خلاص حاطط في دماغك ان هيتشال في الحته دي هيتشال في الحته الدفاعيه دي عن طريق يا حسام عاشور يا اما عن طريق عمرو السوليه سي او هشام محمد لو لعب في الحته ديت واخد بالك مش هطالبه بيها وفي بعض اللعيبه دي بتبقى طبيعيه فيهم ان انا ارد اول الكره ما تعمل ايه ما تتقطع مني ارد على طول دايركت اللي بيعمل دي كويس قوي 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 انا شايفه من وجهه نظري انا مؤمن خفيف وسريع وكورته كويسه وليد سليمان نفس القصه المحطتين اللي في النص التقالي اللي ممكن تستند عليهم بالنسبه للطرفين او السردباكين حسام عاشور وعمرو السوليه عمرو يزيد واقف مع الاثنين سردباكات وبقول اهو واقف مع الاثنين سردباكات واذا كان طرف من اذا كان
حسام عاشور. مش متوقع ان ازارو يتاثر اطلاقا بالفتره اللي فاتت اللي كان في حديث عن عروض خارجيه، الدوري الصيني، هينتقل للدوري الصيني ولا هيستمر مع الاهلي، وتاخر مشاركته في التدريبات، عودته مشاركته في التدريبات نوعا ما مقارنه بزملائه، هل ده ممكن يؤثر عليه ولا هو كلاعب محترف؟ انا ليه قلت ازارو بالظبط، انا شايف الحته ديت، لان برده كان عنده ثقه كبيره جدا لما راح منتخب المغرب ورجع والراجل بقى طلبوه، فالراجل عنده ثقه كويسه جدا ومفنش كويس مع النادي الاهلي، وعلى ما اعتقد ان وليد مش للدرجه اللي هو قاعد فبيتمرنش، لا انا بتكلم ان هو واخد ثقه ورجليه واخده على التهديف بالاختلاف. طب انت بتتكلم عن مروان محسن كضياء، انت بتقول مروان محسن اتظلم، و انا مستني على مروان بس يشبط، عارف محمد ايه مستنيه يشبط بس ياخد نص ياخد خطاه خطاه، يعني ببساطه واحده واحده ماكينه التهديف تشتغل. هو عايزه تتزيد، هي لسه ما اشتغلتش الحساسيه لسه، وانا بورد الله الحساسيه بتاعت مروان محسن في التهديف لسه ما اشتغلت، لكن مروان محسن عضو مؤثر الفتره اللي جايه لو خد الثقه اللي خدها وليد أزارو. في حال عودة مروان للشكل ده، يعني انه اكتسب حساسية المباريات ورجع بدأ معدل الأهداف عنده يبقى بشكل مطمئن في كل مباراة وأحيانا أكثر من هدف المباراة الواحدة، هل ده هيدي الأهلي فرص للمرونة في طرق اللعب؟ أحيانا بقى يبقى عنده اثنين وليد يقدر يعتمد عليهم في الملعب وتحتهم البلاي ميكر، يعني يقلب المثلث الهجومي ده قاعدة المثلث في الأمام ولا في يعني هيغير، هيدي فرص أكثر للجهاز الفني؟ جدا، وهيدي أريحية. يعني انا لما بيبقى عندي واحد او اثنين في نفس المستوى، مروان راجل حماسي جدا بيلعب دماغه كويس قوي، كورته كويسه قوي، في نفس الوقت الحساسيه بتاعته موجوده، بس انت واحد كان عطلان يا جماعه، يعني ما استعجلوش، فتبقى دي عندي طبعا الفيورتي يعني الحاجات الكتير المسموح بيها هتبقى عندي كتيره جدا، مره مروان عندي وليد ازارو لو تعب ما بقاش انا معتمد ان انا ادخل حد من النص او اطلع حد زي ما تقول انت البلاي ميكر العبه سواء كانوا هيلعبوا جنب بعض في الملعب او هيتبادلوا الادوار، المشكله يبقى عندي اكتر من لاعب، يبقى عندك برضو ده انت ممكن تعمل حاجه تانية خالص. يعني انا لو اوكي، ما هو جونيور فتره من فترات اجاي كان ما كانش برضو في فورمته وكان مجهد، الاهلي بيلعب ماتشات كتير، الاهلي عنده دوري وعنده بطولات افريقيه وعنده منتخبات، لعيبته بتروح منتخبات فبيجهد كتير، فلازم انا بالنسبه لي يبقى عندي لعيبه بتاعتي كلها جاهزه، ده لدرجه ان انا ممكن العب باثنين فراوده. ليه ما العبش باثنين فراوده ليه؟ في وجود وهاكد عليها برضه وليد سليمان ومؤمن زكريا، ماليش دعوه بقى ايا كان، انا مش بقلل من اسلام محارب او بقلل من ميدو جابر او لا اطلاقا، بس انا شايف الاثنين دول في خط النص في وجود ممكن في بعض المباريات تحتاج اثنين فراوده، انت لو عندك بتلعب لو لعبت انا باثنين فراوده ديت يعني حسب بقى ما يعني كارتون ما يختار الطريقه اللي يلعب بيها دي ممكن تقلبك المقاييس كلها مع فرق النادي مع فرق الدوري المصري، الناس كلها بتعتمد على واحد بس سيرد باك ووراه الراجل الثاني صحيح عندك وخلاص بتعمل حسابات على مهاجم لو عملت صريح على اثنين في المنافس وبعدين في حاجه ثلاث لاعبين بالظبط برافو عليك. انا لو عملت الاثنين استرايكر دول او اثنين فرادة دول في وجود عندي جناحين ما شاء الله شغالين زي الفل، مؤمن ووليد، انا عندك اربعه عشان كده سالتك كابتن السولية جاهزيه مروان وانه يصل لنفس الحاله وللتوب فورم بتاعته كمان في التهديف مش التحرك بس، هتدي فرصه لكارتيرون والجهاز الفني انهم يشتغلوا باكثر من طريقه طبعاً. في المباريات انت بتتكلم في الاهلي يا محمد بقول لك، وبعدين انت بتتكلم في لعيبه تقيله لعيبه كويسه، يعني انا لما اجي اشرح لوليد ولا افهم مؤمن جمله انا عايز اعملها او تاكتكس معين في دماغي عايز انفذه، اللعيبه دي هتسهل لي حاجات كتير جدا. يعني انا متهيألي بيسعدنا كلنا كابتن ضياء اما نشوف الاهلي بيغير طريقه اللعب تغيير كبير في الملعب فتكسبه خلال مباراه واحده، كنا بنشوف ده مع مانويل جوزيه مع راينر سوبل، اسماء تولت المهمه كان احيانا بيعمل تغيير داخل المباراه الواحده او تغيير مفاجئ عن المعتاد عليه من بدايه المباراه. طب هقول لك حاجه، الكلمه دي ما شاء الله يعني هايله. كان في بعض المدربين وصل بيهم الحل الاتي، سيرد باك يستلم من المرمى او من باك ليفت او من باك رايت يا دوب 4 5 متر لونج باس سكند بول اللي تحت واشتغل وخلاص على كده. اتعرفت لمعظم اللعيبه او المدربين في الدوري المصري اتحفظت فخلاص انا بحط اثنين واقفل على الحته دي وخلاص. لكن بقى حته التغيير، النهارده هلعب باثنين هلعب بثلاثه مشكله، واثنين مش خفاف، انت بتتكلم على اثنين تقال واثنين كويسين جدا. يعني لو الاهلي لعب باثنين على السرد ممكن هيعملوا ايه؟ ده ضروري الدايركت على طول، يا طرف من طرف يخش جوه يا اما يرجع لك واحد بيدي فرص للعيبه اللي جايه من بره كده. وخصوصا ان عندك الاثنين الاطراف بتوعك كويسين وفاهمين، يعني مش اثنين يعني لسه هنقول ان هم قليلين، لا اثنين فاتحين، انت ممكن تهاجم بسته
لان عندك 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 القوام وعندك الاستعداد. لو عندي وليد ازار وعنده وعندي مروان محسن ادي اثنين اللي اطراف عندي اللي هم في نص الملعب وباكد حامل لما تكون الكره معايا وبهاجم. عندك وليد سليمان وعندك مين مؤمن زكريا في وجود عمرو السوليه كبلاي ميكر معاه اوكي او جونيور خلاص في الحاله الهجوميه دي بقى طرف من الاطراف طالع يبقى اللي مامن خط النص مع المدافعين بس حسام مين عشور. حسام عاشور مع سيردي باكين ولو قلنا كمان يعني لو استحاله انت كده خلاص. طيب متفائل بالمباراه دي وانها انطلاقه الموسم متفائل أو بدايه وعنوان الفريق ليه؟ الموسم الجديد لان النادي الاهلي معدنه اصيل ولان النادي الاهلي في معظم المواقف اللي بتبقى يعني بيتثبت فيها او يتقال فيها ان النادي الاهلي يبقى ليه معدن وليه شكل وليه انيابه تبان بننجح بنسبه 100% ان شاء الله. يعني للاسف وقتنا انتهى. بتسعدنا دايما بمشاركتك معنا في برامجنا المختلفه على شاشه قناه الاهلي. كابتن ضياء عبد الصمد نجم النادي الاهلي سابقا بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا فندم. مشاهدينا شكرا لحضراتكم على المتابعه. وصلنا لنهايه هذه الحلقه من حلقات الاهلي في كل مكان. غدا بيتجدد لقاءنا مع حضراتكم في نفس الموعد في تمام 7 مساء ان شاء الله. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.